صباح مشرق ومتجدد من اماره الفجيره ومن برنامجكم مشاهدينا صباح الخير يا وطن، مثل ما عودناكم محطات جديده مختلفه وايضا متنوعه ما بين المحطات الطبيه، الصحيه، التربويه والنفسيه، كل ما يهم الفرد، الاسره وايضا المجتمع، وايضا رح نستعرض معاكم الانشطه والمبادرات والبرامج من مختلف مدن ومناطق دوله الامارات، صباح الخير دعاء. صباح الخير عليك يا زينب وعلى متابعي ومشاهدي تلفزيون الفجيره تحديدا برنامج صباح الخير يا وطن بتمنى الحب والسعاده والسكينه تغمركم وتغمر حياتكم نحن بالمشوار الصباحي الخاص فينا لليوم راح تكون حلتنا مميزه برقة ضيوفنا الاعزاء والمواضيع الجميله اللي راح نسلط الضوء عليها بالفعل دعاء اليوم راح نسلط الضوء على مواضيع مختلفه جديده وايضا متنوعه راح نتكلم عن خيوط شد الوجه ومتى يجب عمل هذه التقنيه او هذا الاجراء وراح نتكلم عن الذكاء الاجتماعي واهم خصائصه ومميزاته في العلاقات الاجتماعيه المهنيه وايضا العمليه وراح نتكلم عن مهرجان ليالي السويدي للتسوق والترفيه في المملكه العربيه السعوديه. مش بس هيك يا زينب كمان رح تكون عنا وقفه مع اخر اخبار مواقع التواصل الاجتماعي واكثرها تداولا على ساحات السوشيال ميديا وكمان اكيد ما رح ننسى اخبار السعاده على ارض السعاده مشاهدينا نبتدي محطتنا الاولى معاكم بالتحديد في اماره الفجيره محكمه الفجيره الاتحاديه الابتدائيه وتنظيمهم للورشه الخاصه بالابتكار القانوني الاول وايضا استشراف المستقبل بالتعاون مع عده جهات وعده هيئات داخل اماره الفجيره مثل هيئه الفجيره للثقافه والاعلام دار راشد للنشر وايضا جامعه العلوم والتقنيه بالفجيره ودائره الموارد البشريه التابعه لحكومه الفجيره بحضور كريم من سعاده القاضي الدكتور عبد الناصر محمد اليماحي وايضا سعاده المدير التنفيذي لهيئه الفجيره للثقافه والاعلام محمد الهامور وعدد من الموظفين والمسؤولين لهذه الجهات وايضا المشاركات الخاصه بهؤلاء الموظفين والمسؤولين المزيد راح نتابع معاكم بالتفصيل في هذا التقرير ينطلق اليوم برنامج الابتكار القانون واستشراق المستقبل بالتعاون بين ما بين وزارة العدل وجامعة العلوم التقنية بالفجيرة هذا البرنامج له عدة نتائج متعلقة في الابتكار واستشراق المستقبل من خلال عدة محاور يتضمنها سوف يناقشها مجموعة من الأساتذة المختصين في مجال الابتكار، كما تعلم حضرتك انه احنا حاليا في مستقبل بحاجه انه نحضر لانفسنا لكل ما يتعلق في الابتكار، حاليا احنا نتكلم عن احضار المستقبل الى حاضرنا الحالي بسبب التطورات المتعلقه في الابتكار. هذا البرنامج سوف يكون الخطوه الاولى فيما يتعلق باستغراق المستقبل في الايام القادمه ان شاء الله. بمناسبة شهر الامارات للابتكار لعام 2023 أطلقت وزارة العدل ممثلة في محكمة الفجيرة الابتدائية برنامج الابتكار القانوني الأول بالتعاون مع شركائها دار راشد للنشر وهيئة الفجيرة للعلوم والثقافة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وجامعة الفجيرة للعلوم والتقنية وكذلك دائرة الموارد البشرية بالفجيرة يقام البرنامج لمدة أربعة أيام خلال الفترة من الثالث عشر وحتى السادس عشر من شهر فبراير لعام عشرين في مقر دار راشد للنشر يهدف البرنامج لعدة أهداف منها تعزيز ممارسة ممارسات الابتكار من خلال التعامل مع مجتمع التكنولوجيا القانونيه المقدمه في بيئه العمل، تقييم استخدام انظمه الذكاء الاصطناعي لاتمتة العمليات القانونيه، واخيرا الوصول لمشاريع ابتكاريه تخدم قطاع العداله. الحقيقه هو برنامج الابتكار القانوني الاول هو يعني برنامج لسه وليد هو هاي النسخه الاولى منه تم تنفيذه من قبل محكمه الفجار الابتدائيه الحقيقه الهدف من هذا البرنامج هو طبعا هو موجه للقانونيين هدفنا من هذا البرنامج انه نضيف البعد التقني والتكنولوجي لدارسي القانون والعاملين في هذا المجال القانوني نظرا لانه احنا عم نحكي عن شهر الابتكار والدوله قائمه على فكره استراتيجيه وطنية للابتكار فيفترض أن كافة الفئات يكون عندها بعد أو طابع تكنولوجي في هذا المجال الحقيقة الغاية الأساسية من هذا البرنامج هو أن نضيف أو نرفع من الثقافة الابتكارية لدى العاملين في المجال القادم تخشى كل مرأة من إصابتها بالتجاعيد بعد عمر معين ويمكن بعض الأمور والروتين اليومي اللي نتبعه غير كافي لمحافظة المرأة على الجلد في الوجه بأفضل حاله. بالفعل دعاء هناك بعض التقنيات بعض الاجراءات التجميليه وايضا العلاجيه اللي ممكن تخفف من علامات التقدم في العمر والبعض منها يكون له استخدامات اخرى رح نتعرف اليوم على تقنيه شد الوجه بالخيوط مع طبيب التجميل واخصائي الطب التجديدي دكتوره رشا القطاوي صباح الخير دكتوره صباح النور اهلا وسهلا يا هلا فيك يا هلا فيك دكتوره خلينا في البدايه نتحدث عن تقنيه الخيوط وبالتحديد خيوط شد الوجه ما هي هذه التقنيه آه برحب بيكي اختي دينا واختي دعاء وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الحب ومبسوطه ان انا اكون معاكم في يوم جميل زي ده وان شاء الله نستغل الفرصه وندي لنفسنا حب تقنية شد الوجه بالخيوط هي تقنية تجميلية غير جراحية بتساعد على شد الوجه والتخلص من التجاعيد وإعطاء شكل أكثر شباباً للوجه واستعادة مثلث الشباب. جميل دكتورة رشا اليوم الخيوط التجميلية تطورت صارت تستخدم لكثير أمور ما عادت فقط للوجه وإنما أيضا شملت الرقبة وبعض الأمور الأخرى أحكي اليوم يمكن هذه الخيوط التجميلية والخيوط اللي منشد فيها البشرة شو هي المشاكل اللي ممكن تعالجها؟ بس يا ستي الخيوط دلوقتي هي عبارة أنا هقولك الأول الخيط عامل إزاي وإزاي بندخله وبعد كده إيه المشاكل اللي ممكن تحصل شايفين العمود الفقري بتاع السمكه بيبقى فيه خيوط بيبقى فيه هوكس بيبقى فيه زي اشواك فالخيط بيبقى حاجه شبه كده بالظبط بيبقى مليان هوكس بيبقى مليان اشواك على اليمين والشمال ولما بندخلها بيشبك في طبقه تحت الجلد وطبقة الدهون ويشدها ويرفعها على فوق فهنا بنحصل على رفعة لمنطقة الخد لمنطقة الحاجب لمنطقة الفك لمنطقة الرقبة ولمنطقة الدبل تشين دي التقنية بتاعة الشد لو هنتكلم على المشاكل اللي ممكن تحصل فهي ممكن يتم التعامل معاها عند التعامل بحذر وسماع تعليمات الطبيب ان شاء الله هنتفادى كل المشاكل دي زي مثلا تورم بروزس اوكي تورم التهاب او انفكشن ولكن كل الحاجات دي لو المريض تمسك بالتعليمات الطبيه مش هيحصل منها اي حاجه صحيح بالتالي يمكن دكتوره رشا ذكرتي الاسباب العلاجيه وحتى بعض الاسباب التجميليه اللي تخلي بعض السيدات ممكن يلجؤون لمثل هذه الاجراءات التجميليه او حتى هذه التقنيات الحديثه، هل هناك دكتوره رشا انواع معينه من الخيوط ممكن التفرقه بينها وممكن تشرحي كل نوع متى يجب استخدامه وشو المناطق المناسبه ايضا لكل نوع من انواع الخيوط؟ اوكي في انواع من الخيوط بيعتمد على الماده المكونه للخيط ولكن اشهرهم نوع البي تي او ده اشهر نوع من انواع الخيوط لانه بيستخدم حتى في عمليات القلب من عشرات السنين فده نوع بيدوب تلقائيا بعد فتره من الزمن وبيتعامل مع الجسم بشكل رائع لانه بعد ما بيدوب بيعمل تحفيز للكولاجين وبالتالي بيترك الوقت اجين اكثر حيويه من زي قبل يعني حتى عمرنا ما بنوصل لمرحله الصفر حتى لما بيروح بيترك الوجه في مرحله احفيز للكولاجين واعاده نضاره صحيح، اليوم يمكن هل في أي يمكن آثار جانبية للخيوط؟ هل ممكن التكنيك الخاطئ يمكن لخيوط شد الوجه ممكن تؤثر بشكل سلبي لا سمح الله على أي مراجعة حبت إنها تعمل الفيس لفت؟ الحقيقة الخيوط بتتحط شفتي لما قلت لك الخيط عامل زي شوك السمك زي العمود الفقري بتاع السمكة وهشبهولك اكتر ان احنا لما بنحط الخيط، شايفه لما بنحط اللحمه في الـ في الباربيكيو ستيك؟ الباربيكيو ستيك وبنحط بنرص اللحم او الدجاج فيها بيبقى على خط واحد، فهي بالظبط لو هشبه بطريقه بسيطه عشان كده بيفضل الوجه مشدود على خط واحد، ولكن طبعا لازم يتعامل مع طبيب متدرب كفايه وماهر في الطبقه اللي بيتحط فيها الخيط. ولكن في الغالب ما بيبقاش في اي كومبليكيشن على مر الزمن لو المريض اتبع التعليمات الطبيه فيما بعد يعني كمان ما ينامش على وشه بعد البروسيجر بعد التقنيه يعني اول ثلاثة اربع ايام اول اسبوع ممكن تقولي بعد عمل التقنيه المفروض انه يفضل ينام على الظهر يتفادى الشمس يشرب ميه كثيره يتفادى اي مكان في ممكن يسبب له تلوث او انفكشن ما ما يغسلش وشه ما ياخدش شاور اول 48 ساعه بعد التقنيه كل الحاجات دي لو اتبعها المريض الموضوع هيمر بسلام ومش هيكون فيه اي سايد افكت وكمان من اهم الحاجات وهو المحافظه على الوزن لانه لو زاد الوزن بشكل كبير او ضعف الوزن بشكل كبير هنا هيحصل صحيح. تهدل اكثر مش هيحصل مشاكل ولكن مش هيكون في نتيجه صحيح بالتالي يمكن دكتورة رشا دائما السيدات تبحث عن يمكن اخفاء علامات التقدم في العمر بشكل كبير وان دائما البشره تكون اكثر شباب واكثر اشراقه وايضا نظارة بالتالي هل تكفي هذه الخيوط لشد الوجه انها تقلل من علامات تقدم العمر ولا ممكن تنصحون السيدات ايضا بعمل اجراءات او تقنيات علاجيه او تجميليه اخرى اوكي اختي زينب حسب حسب الحالة يعني كل حالة مختلفة انا هقول لك انه افضل سن بنحصل فيه على نتيجة مثالية للخيوط هو من من ال او من 35 الى ال 55 لانه في المرحلة دي الوجه هيستفاد مش هيكون في مش هيكون في شيخوخة جامدة الوجه هيستفاد اوكي وفي المرحله دي مش هنحتاج نعمل تقنيات اخرى ولكن صحيح. لو سيده جايه وفي تهدل ملحوظ حصل تجاعيد عميقه جايه بعد سن ستين فيمكن هنا نحتاج ان احنا نعمل خيوط ونعمل معاها تقنيات اخرى. جميل هلا يمكن انا حابه اعرف امتى بنخضع لتحديدا في مساله الحواجب اليوم كثير من الصبايا بحبوا انهم يحصلوا على حواجب مرفوعه وهذا الامر اللي بيخلي العين تفتح بشكل اكبر اليوم امتى اعرف امتى انا بحاجه لبوتوكس حوالين العين وامتى انا بحاجه للخيوط اكثر البنات اليوم ما بيعرفوا اذا هم بحاجه لبوتوكس يحسن من المنطقه بس او محتاجين خيوط بالكامل لترفع المنطقه وتبرز العين بشكل اكبر اوكي. التمام زي ما قلت لك اختي دعاء هو حسب الحاله، يعني المريضة بتيجي للكونسلتيشن للاستشارة وحسب وشها وحسب الحالة، بس لو هنقول غالبا عشان أرد على سؤالك، فهو المرحلة العمرية هنا هتكون كتير مهمة. عامل مهم. يعني بالنسبة لل... للبنات الصغيرين فإحنا هنكتفي يعني الصغيرين أنا قصدي في مرحلة العشرينات وبداية الثلاثينات ولو الحاجب ليس متهدل قوي يعني لو الحاجب مش واقع مش مقوس على تحت فهنا البوتوكس هيكفي تمام ولكن يا اختي لو الحاجب واقع على تحت فبالتالي بيوقع العين فبالتالي لو العين متبطنه جامد الجفن العلوي متبطن فهنا هنحتاج الخيط هيكون اقوى وكمان حسب رغبه المريضه يعني في مريضه بتيجي تقول لي دكتوره انا عايزه بس رفع خفيفه وفي مريضه بتيجي تقولي لي دكتور انا عايزه لا وايد ارفعيه فوق ابي وايد عالي فهنا برضو حسب رغبه المريضه هلخص لك ان انا هقول لك بيعمل رفعه خفيفه ولكن الخيط والخيوط للحاجب بتعمل رفعه رفعه بجد تمام طب بالتالي دكتوره رشا متى ممكن نشوف نتائج اه او نقول مفعول هذه الخيوط متى ممكن السيده بالفعل تحصل على نتائج البعض يكون متسرع ومستعيل وتقول لك لا ما منها فايده وترجع للطبيبه مره ثانيه متى بالفعل تبدا تظهر هاي النتائج بعد كم اسبوع على طول اون ذا سبوت في نفس اليوم يعني انا بحب كتير التقنيه دي وكتير بعمل رفع الحواجب لانها مطلوبه هنا في المنطقه على طول في نفس اليوم انا بدي المرايه للمريضه قبل ما اعمل الحاجب الثاني وبوري الحاجب اللي اتعمل والحاجب اللي ما اتعملش هي في نفس الثانيه بتشوف ان ده مرفوع وانا بسالها في الحال عايزه ترفعي اكتر لو عايزه ترفعي اكتر بشده اكتر وبرفعه لفوق اكتر فاجان الحاجه دي بنقدر نتحكم فيها في الحال بتشوف النتيجه جميل طب دكتور يا رشا من واحد لعشرة. 10 تعتبر تقنية إجراء شد الخيوط أو الخيوط التجميلية مؤلم لأنه اليوم نعرف أكثر يمكن تساؤل وهاجس عند الصبايا أنه هو مؤلم يمكن من التقنيات اللي بيشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من واحد لعشرة قديش بتقيمي ألمها؟ بصي يا ستي أم... وطبعا أنا سيدة وأنا نفسي عملت التقنية دي فأنا هقولك ألمها من دكتور ومن مريض أم... إحنا بنحط مخدر موضعي بعض الدكاترة ما بيحطوش مخدر كافي هي مدارس مدارس مفيش حاجة صح وحاجة غلط أنا شخصيا بحب أحط كمية كافية من المخدر الموضعي وأكاد أقولك إنه درجة الإحساس بتبقى واحد من عشرة انا رحت عند الدكاتره وبيحطوا قليل من المخدر وبيبقى حاسه خمسه من عشره بقول له لا زود زود التخدير ولكن بامكان الطبيب انه يخلي زيرو الى 1 احساس صدقا صدقا حسب الاجراء او كيفيه الاليه بالتالي دكتوره رشا شيء وايد يهم يعني كل سيده تلجا لمثل هذه الاجراءات وبالتحديد الاجراءات التجميليه ايش كثر تستمر المده وكم جلسه ايضا تحتاج حتى الوصول للنتيجه النهائيه سؤال جميل اختي زينب هي بتستمر من سنه ونص الى سنتين السؤال الاهم هنا ايه اللي بيخليها تفضل اكثر من واحده للثانيه هنرجع لللايف ستايل لو المريضة التزمت شربت مية حافظت على الوزن المثالي أكلت مواد فيها مضادات أكسدة هتستمر أكتر هتستمر معها لغاية السنتين ولو المريضة غير ملتزمة وإهمال وسكريات وكده فطبعا هنا النتيجة عمرها جميل العمر الافتراضي ممكن طبعاً يتأثر باللايف ستايل الخاص بالفتاة ولكن اليوم نعرف إنه في عدة أنواع لخيوط الوجه في منها يمكن ذات جودة عالية ممكن يدوم أطول وفي بعض الخيوط ما ممكن تكون بالجودة الكافية يمكن سمعت أيضاً عن بعض الخيوط التجميلية اللي هي ملفوفة بالكولاجين يعني حتى إن دابت هذه الخيوط أمام. يبقى مفعول الكولاجين واللي بيرمم المنطقة تدريجياً وبشكل يمكن طبيعي إحكي لنا أكثر عن الكولاجين اللي ممكن يرمم المنطقه حتى بعد ذوبان هذه الخيوط تمام احنا النهارده في يعني عصر جديد وجيل جديد من الخيوط الجيل الجديد من الخيوط تقدم وتقنيه عاليه جدا آه في كولاجين ولما بيدوب بيحفز الكولاجين واول ما بيتحط بيعمل يعني بيبقى شد بكولاجين شد ونضاره ترميم شد وترميم مع بعض بالضبط فبنأخذ الدبل ايفكت تو بينيفيتس بدل من واحد فطبعا انا بحب استخدم النوعيه العاليه من الخيوط لانها بتدي تاثير مضاعف للوقت تمام بالتالي دكتوره رشا تنصحين بعمر معين تلجا السيده لمثل هذه التقنيات وهذه الاجراءات التجميليه ولا حسب مشاكل البشره المتواجده عند كل وحده حسب المشاكل حسب المشاكل المتواجده عند كل واحده واجين لانه قلت لك بيتحكم فيها اللايف ستايل والجين و... وطبيعه التدخين والرياضه يعني احنا لما بننصح بنقول غالبا من ال 35 الى ال 55 ده افضل عمر ولكن حسب الحاله في الاول والاخر جميل دكتوره رشا يمكن شفنا بعض الاجراءات التجميليه لخيوط الوجه بتسبب كرمشه في بعض المناطق اليوم في بعض الاماكن في الوجه محتاجه يمكن تجميل او تجميل جراحي لوجود مثلا خلينا نقول مساحه كبيره من الجلد يمكن ما ينفع فيها حاله الخيوط شو هي الحالات اللي ما بتفضلي انهم يلجؤوا للخيوط ويلجؤوا لعمليات تجميليه جراحيه اليوم الخيوط ما بتحل كل شيء صح صح ماكي حق سؤال رائع الحقيقة حسب الحالة يعني مثلا لو كان المريضة وشها تقيل تقيل يعني ثمينة الوش مليان جدا هابي جدا في سمنة عالية جدا بنفضل انه يتعالج السمنة الاول وبعدين نشوف الاجراء المناسب لان ما ينفعش يتعمل الخيوط وفي سمنة عالية فدايما بنصح المريض بشفافية انه يعمل حمية غذائية الاول لتنقيس الوزن وبعدها نشوف حالة الجلد لأنه ما ينفعش لو عملت خيوط دلوقتي وفقدت وزن هيستمر في تهدل في الجلد وبالتالي مش هتحصل على نتيجة. السيدات اللي في الأعمار السن اللي هي فوق ال 65 مثلا في تهدل عالي في الجلد في لوس اوف فوليوم يعني الدهون وقعت من مكانها الطبيعي في الحالات دي بننصحها اكتر بانه الموضوع يحتاج جراحه لما بيكون مثلا بالنسبه للحواجب او بالنسبه للعين لما الجفن العلوي بيكون كتير متبطن ومتهدل وقافل العين فهنا بنصحها اجان بالجراحه بدلا من الخيوط لانه المراحل المتقدمه تحتاج الى جراحة أكثر من الخيوط أو الخيوط نكاد نقول في المراحل البسيطة إلى المتوسطة تمام بالتالي دكتورة عشان قلتي المدة الخاصة بالنتائج المرجوة اللي تظهر أو الأثار الإيجابية اللي تظهر حق حل بعض المشاكل الخيوط ممكن تكون من سنة لسنة ونص هل بعد ذهاب هذه الفترة الزمنية المعينة ترجع المنطقة تترهل أو ترجع تظهر العلامات والتجاعيد؟ شوفي اختي هو سؤال جميل جدا والكل بيسال السؤال ده عشان كده احنا بدورنا ان احنا نصلح المعتقد الخطا ده لا طبعا بعد ما بتروح نتائج الخيوط بعد سنتين خلينا نقول تقريبا بعد السنتين لما بيروح الخيط بيترك بداله مكانه الكولاجين بيحفز انتاج الكولاجين خاصه الخيوط الجديده حتى لو راحت الكولاجين هيفضل وبيعمل لما بيدوب بيعمل تحفيز الى انتاج الكولاجين في البشره في م. طبقه تحت الجلد فعمره ما هيوصل الجلد لمرحله الزيرو ولكن المريضه لانها اعتادت الشد فلما بيروح الشد هتحس انه في اختلاف في تغيير اكثر من الاول ولكن لا هو نسبيا يمكن بمقارنة مع السابق أكيد في تحسن ولكن مع الوضع اللي كان فيه الخيوط أكيد تشعر المريضة بأنه هي بحاجة للمزيد ولكن دكتورة رشا أنا بدي أسألك عن عدد الخيوط اليوم كل حالة تختلف حالتها عن الأخرى اليوم شو اللي بيحدد عدد الخيوط اللي محتاجينها للمراجعة هل هو العمر نوعية الجلد أو يمكن نسبة التهدل في الجلد طبعا الثلاثه اللي انت قلتيهم مع بعض يعني رائع السؤال إيه العمر نسبه التهدل آه يعني ونوعيه الجلد كمان هي اللي بتحدد هحتاج استخدم كم خيط ووزن المريضه وزن المريضه من الوجه. جميل. وزن المريضه حجم الوجه اكيد لو جات لي مريضه ضعيفه وشها مور سكيني هيبقى عدد الخيوط هيبقى عم مختلفه عن مريضه وشها مليان شحوم طبعا 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 يعني ده هو ده اللي يخلي الطبيب يحدد عشان كده لما بيجي لنا استشارات مثلا على السوشيال ميديا او على التليفون بنقول لازم الكشف لازم الكشف تمام بالتالي دكتورة رشا في بعض السيدات يكونوا مستعيلين وحابين يسوون إجراءات ثانية مثل الفيلر أو البوتوكس بعد عمل شد الوجه بالخيوط متى ممكن تلجأ للإجراءات الأخرى الخاصة طبعا بأسباب ثانية؟ متى تبدأ تلجأ لإجراءات أخرى؟ أيوة مثل البوتوكس أو الفيلر بعد عمل شد الوجه بعد بالخيوط شهر. بعد شهر من عمل الخيوط بعد شهر بيكون طبعًا. الخيط استقر بيكون احنا اطمنا عليها ان ما فيش اي مجال للانفكشن الالتهاب او العدوى فبعد شهر بيكون احنا اطمأنينا وبنقول لها في الوقت ده ممكن تعمل اجراء اخر. جميله جدا هذه النصائح دكتوره رشا القطاوي طبيب تجميل اخصائي في الطب التجديدي شكرا كثير لك على هذه المعلومات نورتينا. يعطيك العافيه دكتوره. لكم. شكرا لكم. العفو شكرا نورت. لكم. مشاهدينا دائما الحفاظ على صحة الجسم والجلد بالتحديد يحتاج منك المزيد من الجهد في الرياضة البدنية وأيضا الحفاظ على الحياة الصحية وأيضا الغذاء الصحي خلينا نروح لفاصل قصير ومن بعد راجعين وصلنا وإياكم مشاهدينا لأخبار السعادة من مختلف مدن ومناطق دولة الإمارات العربية المتحدة ونبدأها بفعاليات يوم الإذاعة العالمي وبالتحديد في شرطة أبوظبي أطلقت شرطة أبوظبي استديو إذاعيا جديدا تابعا لإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة تزامنا مع يوم الإذاعة العالمي لتعزيز التواصل المسموع مع المجتمع وأيضا تعرف بمختلف القضايا الشرطية والأمنية وجهود شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والسلامة في الإمارة ومختلف مدن ومناطق الدولة. جميل جدا يمكن بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة أيضا أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريف مدير عام شرطة أبو ظبي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذي يوافق الثالث عشر من فبراير من كل عام أن وسائل الإعلام المحلية بمختلف أشكالها المقروءة وأيضا المسموعة والمرئية تعد شريكا رئيسيا للقيادة العامة لشرطة أبو ظبي مشيدا بدورها المؤثر والفعال في تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع بالفعل دعاء يمكن تواجد مثل هذه الفعاليات وهذه البرامج وهذه المبادرات في دولة الإمارات لا تقف فقط يمكن الاحتفال بيوم الإذاعة العالمي أيضا تتعدى الرياضات والعديد من المسابقات الرياضية حصد متسابقو الإمارات العديد من المراكز الأولى في مختلف الفئات بالجولة الخامسة الختامية بالتحديد في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية اللي اختتمت بالفعل منافساتها على كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي وشهدت هذه المشاركات التميز وتواجد العديد من المتسابقين متسابق في 11 فئة كانت متواجدة في هذا السباق الرياضي للمشاركين من الإمارات البحرين المملكة العربية السعودية الكويت قطر المجر اليابان والمغرب والأردن وأيضا الفلسطين ومجر يعني كان هناك العديد من المشاركات دعاء في مثل هذه المسابقة من المختلف من مختلف عفوا الدول العربية جميل اهتمام الإمارات ببطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية حصل طبعا المركز الأول في فئة واقف جي بي واحد الإماراتي عمر عبد الله راشد وحل ثانيا الياباني يوما كوازاكي وثالثا الإماراتي خليفة بسلاح وفي فئة جاز جي بي ثلاثة كانت المنصة الإماراتية تماما بحلول خليفة المرزوقي وأيضا عبد الله الحمادي وجمال الجناحي في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب وأيضا أحرز سعيد محمد العوضي المركز الأول في فئة واقف جي بي اثنين وحل ثانيا الإماراتي حمد عيسى الحمادي وثالثا المتسابق القطري وليد الشرشيني وفي فئه جالس جي بي 2 احرز المركز الاول القطري خالد المهندي وجاء ثانيا الاماراتي عامر حوير وثالثا الاماراتي خالد المازمي نظم صباح امس يوم الاثنين مركز الفجيرة الابداعي بالحليفات ورشه بعنوان مختبر قادة مستقبل الاستدامه بحضور عدد من طالبات وطلاب مدارس اماره الفجيرة لنعرف التفاصيل خلينا نروح نشوف هذا التقرير ومن بعده راجعين حكومة الإمارات جهودا جبارة في سبيل الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع ولا تخفى جهود وزارة الداخلية في تحقيق ذلك في مجال حفظ سلامة الأرواح والممتلكات ولكن تظل هناك الكثير والكثير والكثير من حوادث التي لا نعرف أسبابها فكثير منا ما يسمع ويقرأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حوادث حصلت لأطفال ولكبار السن لأسباب مختلفة أحد أهم هذه الأسباب هي سبب سقوط الابواب المتحركه او ابواب الفلل الكبيره على الضحايا مما يؤدي في بعضها الى بتر للاطراف مما يؤدي الى الوفاه في بعضها مما يؤدي, مما يؤدي مما يؤدي مما يؤدي لذلك قمنا باختراع وقمنا بابتكار وقمنا بتصميم مشروعنا الذي قمنا بتسميته الابواب الامنه او safety doors قسم التصميم الداخلي قسم يشمل تصميم جميع المساحات الداخليه ان كانت سكنيه تجاريه معارض اي شيء اي مساحه داخليه تبتدي من تصميم الارض الى السيلينج الى الجدران الى الاثاث الى الالوان الى كل شيء بالنسبه لمشاركتي اليوم شاركت بتصميم فندق اسمه ميسو هوتل وهو مستوحى من ميسو بوتاميا واللي هي بلاد الرافدين كل شيء يخص الفندق مستوحى من من بلاد الرافدين والحروف السومرية ان كان من الوان من ماتيريالز من خامات من كل شيء وبالنسبة لزميلاتي ايضا هم عارضين مشاريعهم المميزة والمودلز تبعهم والمود بورد والمود بورد هي عبارة عن نفس بورد يكون فيه الماتيريالز والالوان المستخدمة في المشروع وايضا مشاريع الاضاءة وهذه الاشياء. الاستدامة وعالم الابتكار وحتى الإبداع هو ما نسعى دائما لتطبيقه في مختلف المؤسسات وحتى الجهات وهناك أيضا العديد من أنواع الذكاء اللي ممكن يكون لها الآثار الإيجابية على, على علاقاتنا الاجتماعية الشخصية وحتى المهنية مثل الذكاء الاجتماعي دعاء اللي لها العديد من الخصائص والمميزات اللي ممكن يجهلها البعض يمكن الدراسات الحديثة أفضلت زينب أنه الذكاء الاجتماعي تحديدا في العمل هو المسؤول عن حفاظك على وظيفتك ونجاحك في عملك ليس فقط النجاح أو خلينا نقول الذكاء العملي نحن اليوم نعرف أنه فصي الدماغ من الأيمن والأيسر الأيمن مسؤول عن الإبداع والتواصل والفصل الأيسر مسؤول عن العمليات الحسابية وغيرها من الأمور اليوم لحتى نكون أشخاص فاعلين بالمجتمع ونقدر نتعايش ونتواصل نحن بحاجة للذكاء الاجتماعي رح نحكي عن الذكاء الاجتماعي وايضا خصائصه وكيف ممكن يسهل علينا حياتنا مع اللايف كوتش ومدرب والمدرب المعتمد ومدير اداره التدريب عمر عبد الغني صباح الخير. صباح صباح الخير نورتنا اهلا بدايه يمكن عن جد اليوم مفهوم الذكاء الاجتماعي طلع على السطح بلشنا نفهم ايش يعني الذكاء الاجتماعي، في الزمن الماضي كانوا يراهنوا كثير على التحصيل العلمي والدراسي ويمكن الذكاء والعمليات الحسابيه ولكن نكتشف انه هدول الاشخاص ممكن يكونوا في قمه. الذكاء والتحصيل العلمي ولكن حياتيا هم مو قادرين يتصرفوا اليوم الذكاء الاجتماعي هو اساس للتعامل والنجاح والتواصل شو هو مفهوم الذكاء الاجتماعي بالنسبه هو زي ما حضرتك بتقولي كده هو ناس كتير فعلا يعني بتبقى شاطره جدا في شغلها لكن صح مش ناجحه في حياتها الاجتماعيه حتى مش ناجحه في الجانب العملي اجتماعيا جوه الجانب العملي الذكاء الاجتماعي باختصار هو ايه هو ان انت ازاي تفهم الناس اللي موجوده حواليك وعلشان تفهم الناس اللي موجوده حواليك لازم تروح للشق الثاني انك ازاي بتفهم التعبير بتاعهم بتفهم المشاعر بتاعتهم بتفهم الاحتياجات بتاعتهم بتفهم الوظائف اللي هم ممكن يتعاملوا بيها او الحاجات انت ممكن توظفهم فيها فباختصار الذكاء الاجتماعي ازاي اكون شاطر في التعامل مع كل الناس اللي موجوده حواليا ازاي اقدر افهم الناس دي ازاي اقدر اوصل رسالتي للناس دي بشكل مباشر وصل حضرتك الفكره فده باختصار كده ببساطه هو عباره عن ايه افهم الناس اللي حواليا ازاي واتعامل مع الناس اللي حواليا ازاي جميل. بالتالي يمكن خلينا نتكلم دكتور عمر اكثر عن خصائص ومهارات هذا الذكاء الاجتماعي وهذا النوع من الذكاء كيف ممكن اعرف ان هذا الشخص بالفعل عنده هذه المهارات وعنده هذه المميزات سواء في علاقاته الاجتماعيه او علاقاته داخل العمل حلو جدا حضرتك بس قلت نقطه مهمه جدا ان هي خصائص ومهارات عشان ده جزئيه مهمه جدا في الذكاء الاجتماعي الذكاء الاجتماعي هو مش مهاره بس هو عباره عن مهاره وسلوك وانفعالات وايموشن انتليجنس اكتر من حاجه هو عباره عن مجموعه من كل الحاجات دي وليس مهاره فقط. الحاجات المهمه اللي فيه ان انت ازاي تقدر تفهم ما وراء الحدث اللي بيحصل. ممكن تيجي حضرتك الصبح تقول لي كلمه مثلا آه الكلمه ممكن تكون عاديه بس انا ممكن عندي الذكاء الكفايه انا اقدر اقرا ان انت متضايق. فلو انا فهمت المعلومه دي هقدر احل اليوم واحل المشكله من بدايه اليوم خالص. فالمهاره ديت او الخصائص بتاعته إن أنت ازاي تفهم الناس اللي موجودة حواليك بشكل صح؟ ازاي تكون عندك المرونة في التعامل مع الأشخاص اللي بتتعامل معاها؟ ازاي تكتسب الثقة في الآخرين؟ وإزاي أنت تكون عندك الثقة في نفسك إنك تقدر تتعامل معاهم؟ من ضمن الحاجات المهمة كمان ازاي أن أنت تعرف تخلي الحالة النفسية أو المزاجية بتاعة الشخص كويسة عشان تقدر تتعامل معاه. من الحاجات بقى الاحترافية اللي فيه ازاي أن أنا أقدر أوظف العيوب اللي موجودة فيك والعيوب اللي موجودة فيا. ازاي أقدر أوظف ده؟ في الاتجاه الصح كلنا عندنا عيوب مفيش حد فينا كامل كمان أكيد. لله وحده فازاي انا اقدر امسك مثلا الحاجه دي واستغلها في مصلحتك على سبيل المثال في مثلا موظف او شخص او حتى ابني مثلا ممكن في في البيت انا لو خليته ينفعل شويه هطلع احسن ما فيه فلو ضغطت عليه شويه هعرف اخليه ينجز ويحقق انجاز كبير وفي حد تاني انا لو ضغطت عليه ممكن ينهار مني ويعيط والموضوع يبقى صعب جدا بالنسبه لي فدي من الحاجات المهمه جدا في خصائص الذكاء الاجتماعي صحيح. يعني ازاي يعمل ده الذكاء الاجتماعي اليوم مفهوم يمكن من ال... من من فترة قليلة بلشنا نسلط الضوء عليه وندرسه مم. بشكل أعمق وكثير ناس فيه بتتساءل إذا هو مكتسب أم فطري ونحن هل. بنقول إنه يمكن الشخص اللي ربي في بيئة سليمة ممكن يكون ذكاؤه الاجتماعي أعلى من الشخص هل. اللي عاش في بيئة مضطربة ولكن هو أيضا أمر مكتسب فيمكن الواحد إذا اشتغل على نفسه ممكن يقدر يكون عنده هذا الذكاء الاجتماعي جل. اليوم نحن الذكاء الاجتماعي بيعتمد على كثير أمور على علم الفراسة ممكن على البودي لانجوج بو. في كثير إشارات اللي حوالينا بيصدروا إياها نحن كاشخاص نعتبر اذكياء اجتماعيا مفروض نلقط هذه الاشارات، شو هي الاشارات اللي اليوم انا كشخص ذكي اجتماعيا ممكن القطها من اللي حوالي لحتى افهم واتعاطف مع وضعه. حلو، طيب خلينا نمسك المعلومه بقى من الاول خالص. مبدئيا هو مكتسب او مش مكتسب او فطري، هو في ناس فعلا بالفطره وفي ناس بتقدر تكتسب. حلو. بس هي النقطه هنا بقى اللي حضرتك بتقوليها، هو هيكتسب انهي درجه فيهم؟ ان الذكاء الاجتماعي درجات كتير حلو. في ناس مثلا زي الدبلوماسيين على سبيل المثال هو طبيعه الشغل بتفرض عليه ان هو يكون ايه ذكي اجتماعيا جدا طبيعه الشغل اصلا بتعلمه ده هو بيكون عنده المهاره وبيكون عنده بالفطره ولكن بعد كده الشغل بيخليه ان هو ايه يتطور في الجانب ده بشكل كبير جدا في مجموعه من المهن بتتطلب انك تكون ذكي اجتماعيا الطبيب واحد من الناس اللي لازم يكون ذكي اجتماعيا جدا ليه لان في حالات كده ممكن انت تجيب له هارت اتاك وهو واقف اصلا عشان انت قلت المعلومه بشكل غلط وصل هذيك الفكره فطبعا هنا مهم ان انا اعرف ان هو هيكتسب انهي مهاره منه او انهي درجه منهم على حسب طبيعه الشخصيه تمام فكره بقى الاشارات ذات نفسها او المهارات بتاعه البادي لانجوج والكلام ده كله دي محتاجه ان انت تكون بتركز كويس جدا فيك انت الاول قبل ما تشوفها في الناس يعني انا محتاج اشوف انا لما بنبسط بيبقى شكلي عامل ازاي محتاج اشوف ان لما بزعل بيبقى شكل عامل ازاي محتاج اشوف مثلا ان انا لما باجي بشرح مثلا حاجه او بدي معلومه معينه امتى بكون مبسوط جدا او امتى بكون بوصل المعلومه دي ومندمج جدا معاها لما بفهم نفسي بالظبط لما بفهم نفسي الاول ببتدي ان انا اعمل ايه اشوف بقى الناس الثانيه بتعمل ايه طيب هنا بقى نقف عند الناس الثانيه هل انا المفروض يكون عندي ستاندر ثابت او حاجه كده اساسيه بفهم بيها الناس مباشره وبقول ان هي دي الجايد لاين بتاعها عامل بيه واحد 2 3 انا هنا اقدر اقول لحضرتك لا في علم البادي لانجوج هم بيتكلموا في القصص دي بالتفصيل وانا متفق معاهم لكن عشان احكم او عشان اكون بدي نتيجة فعالة أو بدي بدي معلومات صح لازم أقيم الشخص ده مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لازم أشوف الرياكشن ده لما بيظهر عليه مرة واثنين وثلاثة بيكون على أنهي تعبير بالضبط بيكون على أنهي ايموشن بالظبط؟ فبالتالي عشان أقول إن أنا أكون ذكي اجتماعياً فعندي الفراسة إن أنا أفهم الأشخاص من أول مرة، أنا بقول لك أوكي أنت ممكن تاخد انطباع، تفهم معلومة لكن في الاساس انت لازم تتعامل مع الشخص اكتر من مره وتشوف الانفعال ده وتشوف ال ال الكلمات الكومن مثلا اللي بيقولها في المواقف اللي زي دي بتعبر عن سعادته مثلا او بتعبر عن استياءه او بتعبر عن اي ما يكون فلازم تدرس ده كويس جدا بالنسبه للشخص وهنا حضرتك بتتكلم في معلومه مهمه جدا من اهم مهارات الذكاء الاجتماعي هي القدره على ملاحظه التفاصيل الصغيره على سبيل المثال ممكن اشوف الموظف لو لابس مثلا شميز اسود على سبيل المثال حلو فانا عارف ان هو اليوم ده هو مش في المود لان انا متابعه اكتر من مره لما بيلبس اللون ده بيبقى موده مش كويس لو لبس لون تاني مثلا على سبيل المثال ده هو النهارده جاي مزاجه رايق الموضوع بالنسبه له لطيف جدا فانا عارف ان انا في الوقت ده ممكن احمل مثلا عليه شغل زياده ويديني كفاءه اعلى توصل حضرتك الفكره سواء بقى في العلاقات الشخصيه او في جانب العمل زي ما بنقول كده يمكن واحنا صغيرين كنا بنشوف ده كتير اللي هو ايه عايز تطلب حاجه من والدك فايه والدتك تقول إيه استنى بس عشان هو مش رايق دلوقتي لما يبقى رايق روح اطلب منه، واصله الفكره؟ طب هي عرفت منين هي مش رايق عشان متابعاه على مخ... على فترات طويله جدا. نفس الكلام مع الاطفال، نفس الكلام مع الصحاب في كل اتجاهات، مع شريك الحياه كمان، انت بتتابع العلامات دي فتره من الزمن. وبعد شويه بتتابع تغيراتها. ممكن يكون الكلمه اللي كان بيستخدمها النهارده او ال... او الانطباع او ال... ال... الرياكشن اللي كان بيعمله في فتره يتغير ممكن يتغير. ممكن يبقى استجابته للموضوع بشكل يبقى اهدى مثلا عن الاول ممكن يكون في الاول كان حماس كتير ودلوقتي بقى هادي فممكن مثلا انت بتجيب له على سبيل المثال النهارده مثلا في عيد الحب انت بتجيب له هديه فزمان ممكن كنت تلاقيه طاير من الفرحه النهارده هتلاقيه مبسوط بس بيعبر ازاي بجد شكرا ميرسي جميله جدا هو مبسوط من جواه بس خلاص عنده حاجات كتير اتغيرت في حياته معنى كده بالظبط مش معنى كده ان هو اتغير او ما مهتم او الكلام ده كله لا هو طريقه تعبيره اتغيرت فبالتالي في البادي لانجوج بالذات وان انت تقرا ما وراء اللي بيحصل لازم تكون بتابع الشخص باستمرار. نقطه رقم اثنين يمكن دي عندي انا ممكن تكون مختلفه من شخص للتاني ما تثقش دايما في, في الانطباع الاول. يعني انت عندك انطباع حتى لو انت ذكي اجتماعي جدا وخبير جدا في الموضوع اتاكد تاني من معلومتك. يعني حتى لما يجي حد بيكلمني في قصه زي كده بعمل ايه؟ بقول له اوكي حد مثلا يقول لي انت انطباعك ايه؟ اقول له اديني بس شويه وبعد كده لك الانطباع اللي انا خدته. بس انا ممكن اقول لك معلومه او اتنين وبعد كده مش هقول لك المعلومه واثنين وابني عليهم انا بعد كده في التعامل لأ انا هتاكد منهم تاني يعني اشوفك في مواقف ثانيه عشان اتاكد من المعلومه اللي انا قلتها حلو قبل ما تظهر رده الفعل قبل ما تظهر رده الفعل آه وبالتالي يمكن دكتور عمر آه ظهر ايضا مصطلح مت آه يعني مؤخرا للذكاء م. العاطفي جميل. هل بالفعل هناك فرق او بعض الاختلافات ما بين الذكاء الاجتماعي واستخداماته والذكاء العاطفي وايضا استخداماته طيب جميل جدا خلينا نقول باختصار ان الاثنين جزئين من بعض يعني ما اقدرش اقول مين فيهم مختلف عن الثاني لان هما الاثنين مكملين لبعض في التعريف لو هتكلم في, ال... في الديفينيشن بتاع كل واحد فيهم ده مهاره في التعامل مع الناس والثاني الذكاء العاطفي ان هو كنترول ايموشن ازاي ان انت تتحكم في المشاعر بتاعتك ازاي تظهر مشاعرك بالشكل الصح ازاي تكونترول عليها بشكل كبير جدا ولكن الاثنين بيكملوا بعض انا لو عندي ذكاء اجتماعي وما عنديش ذكاء عاطفي مش هعرف اكمل الذكاء الاجتماعي يعني في اشخاص مثلا بيبقى هو علاقاته كويسه جدا مع الناس حلو وشاطر جدا في شغله بس هو مثلا كمدير او كزوج او كاخ او بيعرف كصاحب بيعرف يسيطر على غضبه يعرف يسيطر على اعصابه ممكن يكلم حد بطريقه مش كويسه فهنا انا هقول لك ايه هقول لك الراجل ده علاقاته كويسه جدا ولكن هو ما اتعاملش معاه انا ما احبش اتعامل مع شخصيه زي كده في ناس مثلا ده من ضمن الحاجات في ناس انا احب اتعامل معاهم بس ما اشتغلش معاهم ليه لان هو في الشغل ما بيعملش موشن كنترول فبالتالي هيوقعني في مشاكل كتير جدا هما الاثنين لازم يبقوا على ميزان واحد لازم تحاول باستمرار ان هما الاثنين يمشوا مع بعض ليه عشان تقدر تكنترول المنظومه مختلفين مختلفين في التفاصيل لكن هما مكملين لبعض عشان ما نفصلهمش عن بعض هما مكملين مم. لبعض باستمرار جميل أه؟ يمكن يعني أنا ذكرت أيضاً نقطة الأسرة والبيئة ونشأة الطفل، اليوم نحن بنعرف أنه شخصية الطفل تبنى في أول سبع سنوات وأول عشر سنوات بحياته هي اللي بتشكل الشخصية اللي بيطلع بيواجه فيها المجتمع، إذا كان عنده بعض المشاكل في التواصل مع أهله، ممكن يطلع منعزل، منزوي، ما بيعرف يعبر عن مشاعره، عنده كبت، رح يكون ذكائه الاجتماعي أقل من الطفل اللي عاش بطريقة سليمة وقادر يعبر فيها عن مشاعره، وجد الدعم العاطفي، اليوم كيف فعلاً الأسرة وتربية الطفل ممكن تأثر على الشخص الناضج اليوم وأيضا ذكائه الاجتماعي ويف. وأيضا العاطفي حلو برضه همسك لحضرتك الجزئيه من بيت شويه وبعد كده نروح للتفصيله بتاعتها. حته ان انا احكم على شخص هو خرج من بيئه فيها خجل وما بيعرفش يتكلم وفيها انطواء وفيها الكلام ده كله واقول له هياثر على الذكاء الاجتماعي اكيد كده كده هياثر بس انا مش هبدا من المرحله دي، انا في عندي حاجات ثانيه لازم احلها الاول قبل ما اروح لموضوع الذكاء الاجتماعي بتاعه. فعشان ما اظلموش واقول لك ان هو لا ده هو مش ذكي اجتماعيا لا هو ممكن يكون ذكي جدا بس في مشاكل في ايشوز حصلت نتيجه التربيه الغير سليمه او نتيجه عدم الاحتكاك بشكل كويس الصدمات معي. اللي تعرض لها التنمر حاجات بالشكل سأت. ده فبالتالي ده هياثر عليه فانا ما ينفعش هنا اقول له انت ما عندكش اجتماعيات كويسه ما انا عندي اصلا ازمه انا عندي مشكله طبعا ده عامل مهم جدا من البدايه الطفل لازم يتعلم ان هو ازاي ينطلق لازم الاسره تكون لها دور كبير جدا في تواصل الطفل ده هو في الاول مش عارف هيتوجه ازاي او مش عارف يروح لوحده ازاي فانا اوجهه أو له مثلا النادي اخليه يعمل اخليه يحتك بزمايله اعمل له سوشيال لايف على مستوى صغير عشان اعلمه ده من البدايه معظمنا في البدايه بيتعلم بيتعلم ايه بيتعلم ان هو يذاكر فينجح فيجيب مجموع حتى لما بيجي نعمل كده بنخليه نوصل للمرحلة المرحله دي عشان ما يبقاش فلان احسن منك عشان ما يبقاش سين احسن منك المقارنة. عشان زمايلك في الفصل مش عارف ايه قصه المقارنه دي من اكثر الاشوز اللي بتحصل لان انت بتخليه يفقد الثقه في نفسه وبيوصل بقى للاكبر من كده وهي ازمه فقدان الهويه الشخصيه في حته ان هو شايف ان هو الناس مش هتتقبله انا مش هينفع اكلمه بقى في ذكاء اجتماعي انا عندي مشكله كبيره ان انا خليه إيه يفهم ان هو الناس متقبله عادي وصلك الفكره فطبعا دور الاسره مهم جدا في حاجه زي كده عشان تنميه من البدايه انت لازم تعمل ده ولازم تدي مساحه شويه في ان هو يتعامل مع زمايله حتى لو تصرف غلط انا براقبه من بعيد ممكن اديله نصيحه مبطنه اوجهها مش بشكل مباشر انا اللي بديله الاوردر او بقول له اللي عملته ده غلط في واحد اثنين ثلاثه لان هو هيفقد قدرته على التقييم وطالما فقد قدرته على التقييم يبقى فقد قدرته على القرار وطالما فقد قدرته على القرار يبقى هو بالتالي مش هيعرف يبقى اجتماعيا لان تعاملاته مع الناس كلها هتبقى غلط حتى احنا لما بنكبر بعد كده بنكبر على الكلام ده فدايما بيتقال لك جوه الذكاء الاجتماعي تخلى مش هقول عن شخصيتك تخلى عن افكارك انك لازم تكون مكان الطرف الثاني عشان تبقى ذكي اجتماعيا في دي اللي لازم تحط نفسك مكان الثاني فلو انا حكمت من وجهه نظري بس ايه اللي هيحصل مش حاجه هيح هتتغير صح مم. انا كده مش ذكي انا كده بفرض على الناس طريقتي لكن ازاي ان انا اكسب الشخص اللي قدامي فده بتتعلمه من وانت صغير دي بالذات بتحتاج مجهود من وانت صغير ليه عشان يقدر يشوف الفرق ما بينه وما بين اللي موجودين حوالين ايه بدها ثقه تنبع من الداخل طبعاً. حتى لحتى نقدر نعمل هذا الشيء هي دي لان انا عززت ثقته في نفسه فبالتالي عززت ثقته في الاخرين احترامه لنفسه واحترامه للاخرين فهنا لما يحكم في موقف حاجة اقول لك 60 عمل التصرف الفلاني صديقي صديقتي ايا ما يكون اللي بيعمل التصرف انا ما بحكمش من وجهه نظري انا بقول تاثيره عليا انا ايه دي قصه خلاص انا زعلت فممكن أعده لكن هو عملها ليه بقى هنا ده ده الذكاء ان انا اعرف هو عمل كده ليه واحل المشكله او اوجه له النصيحه في الحته بتاعته اشوف ما خلف الامور يمكن ما خلف يا زينا. خلف الكواليس دايما يكون عندنا بالفعل بعض يمكن التفسير <applause> للامور والتحليل عشان نوصل للنتيجه او رده فعل فين. المناسبه هذا بما يخص يمكن التنشئه الاجتماعيه وحتى علاقاتنا الاجتماعيه او على الصعيد الشخصي <applause> نرجع شويه لبيئه العمل كموظفين عاديين او حتى مدراء او مسؤولين على بعض الموظفين كيف نستخدم الذكاء الاجتماعي بحكمه وايضا بفطنه في هذا المجال كويس هنا بقى نقطه مهمه جدا في حته الشغل حته الشغل لو انا مسؤول او انا موظف عادي، انا بالنسبه لي الاثنين مسؤولين باختلاف طبعا. درجه المسؤوليه، حلو؟ انا لما باجي بتعامل بقى بالذكاء الاجتماعي جوه لازم اعرف الفواصل اللي ما بيني وما الناس ايه؟ الحدود اللي ما بيني وما الناس ايه؟ المهاره اللي عند كل واحد فيهم ايه؟ الصفات الاساسيه اللي عند كل واحد فيه فيها ايه؟ والعيوب الشخصيه بتاعت كل واحد ايه؟ طيب هنا انا كشخص عادي فبتعامل مع الموظفين زمايلي، بتعامل مع بيئه العمل فيما يخص العمل فما بدخلش نفسي في تفاصيل مبالغ فيها انا مش محتاج اعرف ازيد من ان الانسان ده جوه الشغل عامل ازاي فانا بتعامل معاه على اتيتيود الشغل على سلوكه جوه الشغل في حد مثلا بيصحى الصبح بيشرب كوفي على سبيل المثال بيشرب قهوه اول ما يدخل فانا مش هكلمه لحد ما يشرب قهوته مش من الذكاء ان انا كموظف او حتى مدير اكلمه وهو ما شربش القهوه بتاعته لان انا كده بدات اعمل ايه بدات اعمل ستريس على الشخص ده من الناحيه الثانيه انا كشخص مدير او كموظف عادي ما ينفعش اتكلم مع الناس كلها بنفس الطريقه واتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقه واقول هي دي طريقتي وخصوصا المديرين في كتير بتقول والله هي دي طريقتي هم مطلوب منهم ان هم يتقبلوها بالعكس هم يتقبلوها علشان هو شغال وموظف وده اكل العيش بالنسبه له فمش قصه لكن انت هتاخد اعلى انتاجيه من الشخص ده ازاي لو انت بتتعامل معاه بالطريقه المناسبه بتاعته نقطه رقم ثلاثة بقى والمهمه ازاي اوظف عيوب الاشخاص دي جوه الشغل لان اكيد مش هجيب الناس كلها مثاليه جوه الشغل فبالتالي انا عارف ان مثلا سين ده اكتف جدا في الشغل فلما اجي هشغله او هو بيحب الحركه الكتير مش هينفع اقعده في مكتب حتى لو كفاءته المكتبيه بالظبط حتى لو كفاءته المكتبيه عاليه بالمناسبه انا هنا احطه على المكتب بديل لو في الموظف الثاني مش موجود فانا عندي الايه الاكشن ده موجود عنده او المهاره دي موجوده عنده فاستخدمه هنا لكن الصح ان انا اعمل ايه احطه في المكان المناسب بالنسبه له الناحيه الثانيه انا عارف ان في شخص مثلا بيتعصب بسرعه فبالتالي انا هحطه في منطقه مناسبه لان هو ما ينفعلش بسرعه او في منطقه إن أنا... ما يتعامل فيها بشكل مباشر مع الكاستمر مباشر مع الكاستمر على سبيل المثال في ناس كتير بالنسبه الموضوع مرهق جدا بتوع الكاستمر سيرفيس بالذات دي اكتر تدريبات بتبقى متعبه بالنسبه لي ليه بتعامل مع سيكولوجيه بشر فبالتالي ما ينفعش احط واحد زي ده في مكان زي ده فعلا. ممكن احطه مثلا في ايه مع كاستمر محددين مع نوعيه محدده تناسب شخصيته بنفس المنتاليتي بتاعته فبالتالي هما الاثنين هيلاقوا بعض في نقطه فبالتالي هحقق الكفاءه المطلوبه لكن اسيبه كده في وسط الناس واقول هو الشغل وهو مطلوب منك كده لا ما هو مش صح ده مش هينتج بكل المقاييس هو مش هينتج وصل حضرتك الفكره وصح. فدي من اهم الحاجات اللي بتحصل جوه الشغل اهم حاجه فيها بقى ان انا اعرف ايه اعرف حدود العمل بتاعتي ايه صح. يعني دي مشكله عامه بتواجهنا شويه في حته ان احنا ايه ما عنديش مشكله ان احنا يبقى ما بيننا موده جوه الشغل وان احنا كتيم عمل بنخاف على بعض والكلام ده كله بس في اطار ان احنا تيم عمل صحيح أمام. اليوم فعلا الشركات تبحث عن الذكي اجتماعيا اكثر من صاحب الخبره والشهادات ويمكن بقول لك أ... هيتدرب هيعرفها سهل. صحيح <تصفيق> كل <تصفيق> حدا سهل. قادر يحصل على ولكن ليس زبق. الجميع قادر على انه يكون عنده ذكاء اجتماعي يقدر يفهم الموقف ويتداركه ويخرج فيه بحلول، ولكن خلينا نروح شوي للذكاء العاطفي، اليوم هو انت ذكرت انه جزء لا يتجزأ من الذكاء الاجتماعي، بل وهو نواة الذكاء الاجتماعي، إذا أنا مو عارف أتعامل مع مشاعري، فأكيد ما راح أقدر يكون عندي أو الغير واللي حوالي راح يلحظوا إني أنا مضطرب اضطرابي الداخلي ما راح يخليني اقدر اشوف ابعد من حدودي، مم. اليوم انا وذكائي العاطفي في امور كثير متعلقه فيه مثل التعبير عن المشاعر وعدم كبت المشاعر، وضع حدود سويه لحتى احفظ كرامتي البشريه، شو هي الامور اللي فعلا تتعلق بالذكاء العاطفي وكيف ممكن اذا انا طورت ذكائي العاطفي اليوم يفيدني مش بس بذكائي الاجتماعي وبيئه العمل وانما ايضا في حياتي الزوجيه وبين الاسره. جميل طيب هنا علشان نفهم الجزئيه دي كويس او ندخل فيها بالتفصيل زي ما قلت لك احنا بنعمل حاجه زي اكشن كده او تيست بنعمله مع بعض بنعمله لمده 60 يوم الهدف منه ايه؟ ان انا افهم مشاعري بس علشان اطور من مشاعري لازم افهم مشاعري اصلا تمام كده؟ لازم اعرف مشاعري هي عباره عن ايه؟ بتحركني ازاي؟ بتخليني انفعل ازاي؟ ايه الكلام المؤثر فيا؟ ايه الكلام اللي انا بحب اقوله؟ ايه الاشخاص اللي ممكن اتعامل معاهم اختيار الاشخاص وتقييم اليوم هو عباره عن ايه فبالتالي هنا البدايه خالص ان انا افهم انا مين انا مشاعري ايه شو هي معتقداتي اللي نتجت عنها هاي المشاعر ماشي خلينا نتفق على حاجه معتقدات ده جزء بعد المشاعر تمام كده لان هي المشاعر هي في الاساس اديك مثال صغير كده عارفه البيبي الصغير لما بيتولد ما بيتكلمش ما عندوش معتقدات ولا افكار صح هو بيعبر عن شعور ان هو جعان بي... لما بتيجي تلعب معاه بيعبر عن شعور تلاقيه بيضحك وفرحان برغم ان هو مش فاهم انت بتقول ايه، الطفل مش فاهم انت بتقول ايه اصلا، بس انت مجرد ما بتعمل له رياكشن معين يبتدي ان هو يضحك معاك، فالمعتقدات هي دي بتتبني مع الوقت بتاثر في المشاعر، لكن انا لو جبت المصدر بقى بتاع الشعور نفسه، انا من الاساس ايه اللي بيفرحني وايه اللي بيزعلني؟ كتير جدا مننا بسبب ضغط الحياه والشغل والكلام ده كله احنا بننسى مشاعرنا اصلا على جنب. فبالتالي بنعبر عنها بشكل غلط فبالتالي ما بنفهمش الاحتياج بتاعنا ايه فبالتالي بنلاقي المنظومه كلها ايه اتعقدت في بعضها مره واحده فبتيجي مثلا في لحظه انت محتاج اهتمام على سبيل المثال مش عارف تطلب الاهتمام مش عارف تطلبه لان طبيعه شغلك مثلا خلتك تعمل واحد اتنين ثلاثه في نفس الوقت الشخص انت طالب منه الاهتمام هو عنده واحد اتنين ثلاثه فبيبدا يجي حاله بقى اللوم والعتاب وبندخل مع بعض في نقاشات انت ما بتهتمش انت ما بتهتميش أنت, انت مش عارف ايه بندخل في اكشن كتير يعني في الاساس احنا ما حلناش انت ما من الاساس الاهتمام بتاعك ايه انت ذات نفسك ما انتش عارف الاهتمام بتاعك ايه بس انت عارف ان انا عايز الاهتمام ده من الشخص ده تحديدا ازاي بقى انا هو ما اعرفش بس هو انت ايه يعني انت ساحر واعرف لوحدك وشوف انت هتهتم ازاي ما فينا نلوم شخص على عدم اهتمامه في الوقت اللي احنا ما بنخبره ما بنبلغه انه احنا بحاجه هذا الاهتمام مليون في المية وهذا النوع بالتحديد من الأول. الاهتمام عشان كده ده, ده بنبدا بنفسنا ليه؟ انا شخصيا ما عبرتش عن مشاعري بشكل كويس وخليتها موجوده جوايا وما فهمتهاش اصلا هي محتاجه ايه؟ محتاجه مثلا ان انا هي اقعد على البحر اشرب فنجان قهوه ده بالنسبه لي انا كده عملت ريلاكسيشن عالي جدا فممكن لما انا عارف المعلومه دي عن نفسي فوصلتها للطرف الثاني فتعال اشرب معايا القهوه على البحر الموضوع سيمبل جدا هنا فكره ان انا اطلبه صح. ولا ما اطلبهش طبعا مهم جدا لو انا ما وصلتلوش المعلومه من الاول وقلت له انا رايح اقعد على البحر واشرب قهوه هنا انا ببدا اعمل ايه هو انت ليه ما بتجيش هو انت ليه ما بتقوليش طب اجي معاك مثلا على سبيل المثال ما انت ما قلتش افرض انت مثلا في الايه في في البرايفت زون بتاعتك في المنطقه الخاصه بيك وانت عايز تقعد لوحدك انا احترمت انك عايز تقعد لوحدك انا كشخص احترمت ده انت بقى ايه خدت ده عدم اهتمام مني ما هو انت ما اصلا الاكشن اللي انا اتعامل بيه وصلت لك النقطه فلازم افهم مشاعري كويس وابدا اعبر عنها وبعدين ابدا الاحظ برده تاني الناس هي بتعبر عن مشاعرها ازاي يعني ممكن على سبيل المثال شخص يجيب لي ورده فهو كده ده اقصى امكانياته في الحياه وهو مبسوط جدا صح وممكن واحد تاني يجيب لي هديه الماس فهو دي إمكانياته وهو مبسوط جدا مش هقارن مش هقلل من ان ده جاب مثلا هديه غاليه وده جاب هديه قليله كل واحد وطريقة خاصة. عمل الحاجه اللي فرحته هو انا تقبلت الشعور اللي موجود جواه لك الفكره جميل. بالتالي يمكن المشاعر والاحتياجات شيء مهم دكتور عمرو خلينا نتكلم اكثر عن يمكن اختلافات الناس في موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي سواء على عفوا الذكاء الاجتماعي سواء على الصعيد العملي وبيئه العمل او على صعيد العلاقات الاجتماعيه وحتى الشخصيه هل ممكن نقيسه ويكون مختلف من شخص الى اخر طيب خلينا نتفاعل حاجه ممكن اقيسه بس هيقيسه في حالات فرديه ان كل شخص عنده البيرسوناليتي بتاعته او الشخصيه بتاعته مختلفه من شخص للتاني ممكن استخدمه هي الفكره هنا كلها في استخداماته بقى لان ده سلاح قوي جدا وسلاح ذو حدين انا ممكن استخدمه بشكل قوي جدا وممكن استخدمه بشكل سيء جدا وصل حضرتك الفكره فخلينا نتكلم في الجانب الايجابي بتاعه ان انا طبعا. بستخدم ده بشكل ايجابي هنا هبتدي انزل ارجع لنقطه قلت لك عليها في البدايه هو درجاته اصلا ايه من الاساس هو اكتر من درجه فبالتالي انا لما هاجي هستخدمه هستخدمه بانهي درجه انا مثلا ممكن اكون السوشيال انتليجنس عندي عالي وسيم من الناس بيتعامل معايا هو في الليفل الاولاني ما ينفعش اعامله على الليفل بتاعي لان انا ليفل عالي فلازم انا اعمل ايه انا اللي انزل للليفل بتاعه عشان اتعامل معاه بالشكل الصح فبالتالي انا اديته الايه الارضاء المناسب بالنسبه له وانا كده كده اصلا في ليفل تاني فما فيش مشكله بالنسبه لي حته بقى ان انا اقيسه من شخص للتاني بقيمه على مراحل طويله جدا ما ينفعش اجي اقول لك ان الشخص ده مثلا عشان ما بيتكلمش كتير هو مش ذكي اجتماعيا ليه لان انا ممكن لو خرجت بره مكان الشغل الاقي صحابه مثلا مليون واحد صح الاقي بيروح مثلا بيلعب كوره على سبيل المثال بيلعب بلاي ستيشن بيخرج مع زمايله بيعمل بيسوي هو نفس الانسان ده اللي موجود عندنا في الشركه يا جماعه اللي ما بيتكلمش دايما حتى بتلاحظوا دي في العيله مثلا بتلاقي الشخص ما بيتكلمش كتير شوفوا مثلا في بيت العمل تلاقيه منطلق وبيتكلم وعلى طول شخص مختلف خصوصا لو كاستمر سيرفيس مثلا يقول لك اصلا هو في البيت ما بيكلمش هيشتغل ازاي تلاقيه هناك لما تروح لشغله تلاقيه بروفيشنال جدا فعشان اقيسه هو محتاج معايير كتير جدا ومقومات كتير جدا بقايم على اساسها فين في اكتر من بيئه مش في بيت العمل بس في الفريند زون في اهله في المجتمع في تعامله مع المجتمع بتاعه في تعامله مع شغله كل ده مهم جدا عشان اقدر اقيسه في النهايه ده رئيسه اه بس محتاج شغل كتير عشان اقدر اقيسه ما ينفعش محتاج فترة أوه. طويلة، صح. طبعاً. محتاج صح. فترة طويلة. عمري اليوم احنا حكينا عن يمكن الذكاء الاجتماعي للشخص قد ايه بفيد بيئة العمل والناس م. اللي حواليه، التعاطف، آآ آآ الأشخاص اللي حواليه كيف راح يكون يمكن تواصله معهم بشكل أكبر، بس ما حكينا يمكن شو هي القيمة اللي بي هو بيحصل عليها من كونه ذكي اجتماعيا، جب. كيف الكواليتي تاع حياته ممكن يتغير بكونه ذكي اجتماعيا؟ هو كيف ممكن يستفيد من هذا الموضوع؟ طيب خليني أقول لك نقطة كويسة جدا. كل بتاع حياته هيتغير يعني لاعلى درجه ممكنه ليه لان ده شخص بيعرف يكسب كل الناس في التعامل معاه تمام كده لو هجيب لك بقى على القيمه طب خلينا نمسك الكواليتي الاول الشخص ده بينجح بسرعه جدا ليه لان عنده كونكشن عالي عنده علاقات عاليه جدا بتخليه ينجح مش وسايط علاقات ليه لان انا بشوفك شخص ذكي فبالتالي ببقى عايزك في الشركه عندي ممكن يبقى سين عايزه في الشركه عنده ممكن يبقى عايزه في الشركه عنده الناس تحب تتعامل معاه بالظبط يعرف يدخل مع مجتمعات كتير جدا النقطه رقم 2 تراستد <applause> بالنسبه للناس شخص موثوق فيه ليه لان فلان الفلاني اه ده فلان عارفه وفلان عارفه وفلان عارفه وفلان فلان... كل الناس دي تعرفه فبالتالي هو بالنسبه للناس في منطقه ثقه كبيره رس. جدا تمام القيمتين المهمين بقى بالنسبه له هي المسؤوليه ان انت ذكاء اجتماعيا فانت عليك مسؤوليه كبيره ان في ناس كتير بتيجي تطلب منك انك تساعدهم او ان انت تديهم من خبرتك مثلا في حاجه او ان انت تحاول تعرفهم الطريق اللي يمشوا فيه ايه توفر لهم فرص مثلا معينه برده تاني مش واسطه انا بقول لك على الطريق صحيح فبالتالي انت عندك مسؤوليه كبيره جدا كونك شخص ذكي اجتماعي انت لو انت عندك صفه الانانيه انت احنا بعيد احنا بي احنا, احنا في كارثه الفكره القيمه بقى الاكبر من كده فكره ان انت تربط الذكاء الاجتماعي ده بقى بالنسبه لنا من اعلى القيم الانسانيه في العالم هي جبر الخواطر او التعاطف ان انت بني ادم بتعرف تجبر بخاطر الناس كلها صح انا بالنسبه لي مهما كانت ذكائك في التعامل لما بتكون عندك القيمه دي عاليه وبتعرف تجبر خاطر كل الناس الموجوده حواليك انا بعتبر انا كعمر بصنفك ذكي اجتماعيا جدا ليه لان انت اصلا قيمتك الفعليه على ارض الواقع ومكانتك عند ربنا عاليه جدا ان انت بتعرف تبتسم وتعرف طيب. تفرح كل الناس اللي بتقابلهم بس احيانا ما يكون على حسابنا زينا احيانا إيه؟ كتير مننا احنا من إيه؟ احنا متفقين على النقطه دي فكره ان انا لو وصلت لمرحله ان انا باجي على على نفسي هنا احنا ايه بدانا نقع يعني هنا حتى الذكاء الاجتماعي انا شايفه مش صح ليه ليه الذكاء الاجتماعي كده مش صح ان حضرتك هو منظومه بتقول ان حضرتك قدرتك على فهم الاخرين قدرتك بين قوسين قدرتك يعني انت الاول صح م. انت الاساس فلو انا هاجي على نفسي عشان اكون ذكي اجتماعيا ده ما اسموش ذكاء اجتماعي بالنسبه لي انا ما اسموش ذكاء اجتماعي لسه انا ايه شويه ذكي شويه في التعامل ايا ما يكون لكن هي مش ذكي اجتماعيا مش لان انا مع نفسي صح ما انا ما انا جزء من المجتمع لو باجي على نفسي وبظلم على نفسي مشكله كبيره جدا فعلا. ليه لان انا كده عباره عن ايه عباره عن ممثل شاطر لا اكثر ولا اقل بعرف اكسب الناس وانا قاعد والكلام ده كله لكن ده ما يصنفش ذكاء ده يصنف صحيح. ايه اللي هو ايه بنقول على الراجل اللي هو ايه حرك شويه في التعامل شخص بيعرف يتعامل مع كل الناس على سبيل المثال صح. لكن هو مش ذكي لان الذكاء ان انا ايه ان انا اوصل لنقطه يعني في انجاز حصل مش لمجرد ان انا اتكلمت معاك بس والموضوع خلص لا في انجاز حصل في استفاده من الريليشن دي حصلت فيما بعد ووصل هذيك الفكره وما اثرت على نفسي بشكل سلبي نفسي طبعا آه بالتالي خلينا نتكلم لو في بعض الاشخاص حابين يوصلوا لهي المرحله من الذكاء الاجتماعي جميل. انت قلت ممكن بعض الاشخاص يكون عندهم مكتسب طريقه م -م. مكتسبه يكتسبونها مع العلاقات مع مرور الايام وفي ناس ممكن يكون عندهم بشكل فطري، طيب آه كمدرب معتمد م -م. كيف ممكن بعض الناس يكتسبون هذه المهاره حتى لو بالشكل البسيط؟ كويس جدا هنا بنبتدي في الاول خالص ان احنا بنجيب الشخص نبتدي ان احنا نعمل تحليل بسيط للشخص تحليل شخصياته تحليل نفسي الحاجات دي كلها وبعدين بنشوف اولا المشاكل اللي محتاج اشتغل عليها هي ايه تمام كده ممكن تبقى مش محتاج اصلا لا لايف كوتش ولا مدرب ولا كلام ده انت تقدر تواجه نفسك او بتعرف تعمل ده اعمله ما بتعرفش تعمل ده اسال حد مختص ان هو يخليك ازاي تعرف تعمل ده في النهايه انا لو حليت المشاكل دي في الاساس بعد كده اكتساب مهارات الذكاء الاجتماعي دي ما فيش اسهل منها في الدنيا لكن دايما بتكون المشكله الاساسيه عندنا فين عندنا في ان انا احل المشكله الاساسيه عندك انت المشاكل اللي موجوده عندك ايه؟ هعلمك النهارده مهارات التواصل ومهارات الاستماع ومهارات communication سكيلز ومهارات negotiation سكيلز، هعلمك كل ده بكل اريحيه، صحيح حتى الميتنج سكيلز هعلمها لك، الكونفرزيشن طبعا. سكيلز هعلمها لك. في النهايه عارفه هي بالظبط زي ايه؟ انا جبت لك عربيه مثلا من اللي هي بتبقى سرعتها عاليه جدا وامكانياتها عاليه جدا، وانت ما بتعرفش تسوق، يعني المشكله اصلا في ان انت ما تعلمتش السواقه ذات نفسها، واصله لك الفكره؟ فايه اللي حصل هنا؟ مش هتعرف تستخدم دي اول حاجه هتعملها ان انت بقى عندك مهاره عاليه جدا هتعمل ايه؟ هتخش في الحيطه صح لان انت ما انتش فاهم بتتعامل معاها ازاي لان خلي بالك في الحتت اللي زي دي بتبقى كريتيكال جدا ليه؟ لان هي كنترول ده انا في لحظه آه ممكن ابان ان انا ابين نفسي شخص ما عندوش اي معلومه في اي حته في الدنيا صح كده؟ ده ذكاء صح في لحظه ثانيه انا هقول كل المعلومات اللي عندي صح المشهد هنا مناسب فلو انا لا انا خدت المهاره دي وتعلمتها وانا جامد جدا فماشي بقول للناس ايه والله ده انا واخد واحد اتنين ثلاثه ومتعلم واحد اتنين ثلاثه فالموضوع مش تدريب بس يعني دي حتى مشكله بتواجه كتير في في التدريب انا بتكلم فيها يا جماعه الموضوع مش معلومه بتعلمها موضوع شخص انت بتدرب يعني بتدرب ايه بتدرب شخص شوف المشكله هنا فين الاول وشوف الحاجات اللي هو محتاجها الاول بعد كده موضوع التدريب ده مفيش اسهل منه توسع حضرتك الفكره بس لازم تقيم نفسك الاول عشان نعرف هنتعلم ايه ممكن يبقى الكونفرزيشن سكيلز عندك عالي بس السوشيال سكيلز عندك مش عالي ما اعرفش مثلا اقعد في مكان ايوه مشيت ابلش حوار انا اللي اكمل انا انا اللي ابدا الحوار صحيح برغم ان انا لو بدات الحوار محدش هيسكتني صح صحيح. فهي هي النقطه هنا لازم اعرف انت ايه الاول عشان اقول لك انت تتعلم يا محتاج تتعلم ايه محتاج فعلا وشو محتاج يعني هي في النهايه عباره عن مهارات وايضا خصائص وبعض الامور اللي يحتاجها الشخص تبدا من نفسه ومن ذاته وممكن مع مرور الايام يكتسب بعض الخبرات وبعض هي. الخصائص والمهارات الخاصه بالذكاء الاجتماعي او الذكاء العاطفي آه اللايف كوتش والمدرب المعتمد وايضا مدير اداره التدريب عمر عبد الغني شكرا لك يعطيك من العافيه معك. نورتنا يعطيك العافيه نعم. مشاهدينا اكيد من وقت الى اخر نحتاج العديد من انواع الذكاء سواء الذكاء الاجتماعي وحتى الذكاء العاطفي اللي ممكن يفيدنا ونبني عليه اثار ايجابيه في المستقبل في علاقاتنا الشخصيه الاجتماعيه وحتى في بيئه العمل، فاصل سريع ونرجع نكمل هذا المشوار الصباحي معاكم انتظرونا. وصلنا وياكم مشاهدينا الى اخبار مواقع التواصل الاجتماعي واكثرها تداولا وايضا مشاهده ونبدا بخبرنا الاول لليوم غريب بعض الشيء ويمكن لجوء بعض الاشخاص لانقاص الوزن يختلف من شخص الى اخر انتقل الشاب بريان اوكيف الى قريه نائيه وقطع الاتصال باهله وباصدقائه وايضا باحبابه ليعود ويظهر مره ثانيه بعد اشهر بوزن 137 رطلا ويكسر بذلك سلسله بعض المحاولات الفاشله عشان كان بالفعل يحاول انه ينقص هذا الوزن على مدى عده سنوات، وعانى اوكيف من وزنه طوال حياته وجرب بالفعل اكثر من نظام غذائي واكثر من حميه غذائيه وايضا رياضيه، لكنه شعر بالخذلان وبالفشل اكثر من مره وقرر انه يقوم بالشيء اللي سواه وانه راح لهذه المنطقه وقطع الاتصال نهائيا بكل من اقاربه وحتى اصدقائه، كان اوكيف اللي يبلغ من العمر 34 عام يزن 338 رطلا عندما انتقل الى هذه القريه الصغيره النائيه في اسبانيا وترك وظيفته واهله واصدقاء او قطع اي اتصال بهم وبعد سبع اشهر فقد 137 رطل وعاد إلى منزله في إيرلندا عشان يفاجئ أهله وأحبابه حيث سجل ردود أفعالهم في مقطع فيديو على التيك توك وبالفعل تمت مشاهدته من أكثر من 32 مليون مرة شو رأيك؟ صراحة جميل الإصرار وجميل الجهد اللي قاعد يبذله وفكرة أنه هو يصور ردة فعلهم كان أمر جدا رائع نعرف أنه اليوم خسارة الوزن هو أمر بيحتاج بيحتاج صبر وبيحتاج إرادة فعلا. ووقت طويل كثير لأنه فعلاً صعب الواحد يقدر يحافظ على مستوى الإرادة لوقت طويل، اليوم ممكن نتحمس لأسبوع أسبوعين ونقول بدنا نغير حياتنا وبدنا نلتزم بعادات جديدة ولكن سرعان ما تزول وتختفي هذه الإرادة ولكن إنه يقدر يحافظ على هذه الإرادة لكل هذه المدة الزمنية الطويلة ويخسر هذا الوزن الكبير أنا شفته بحد رائع بحد إنجاز رائع فعلا يمكن انتقل دعاء لمنطقه نائيه وقطع اتصاله بكل الناس عشان يوصل يمكن لهذا الموضوع بعد عده محاولات كانت للاسف فاشله وفي الفيديو قال اوكيف انه بعد 15 سنه من تجربه الحميات التمارين الرياضيه وغيرها من الامور قرر انه يتوقف عن التركيز على المقاييس وبدل من ذلك فكر انه يركز على شيء ثاني مثل المرونه الذهنيه وبناء الانضباط ولجا اوكيف خلال فتره غيابه عن اهله وعن اصدقائه لتكثيف التمارين الرياضيه وواظب عليها بشكل مفرط للغايه واضاف لقد كان مذهلا صدمت الجميع بالفعل وكانوا سعداء للغايه ما راح انسى هذه التجربه يعني دعاء تجربه اتوقع غريبه بعض الشيء فيها اصرار فيها عزيمه انه يبعد عن كل الناس عشان ينقص من وزنه ويوصل لهذه المرحله تقريبا ما بعد سبعه اشهر صحيح يمكن إن هو قال نقطه كتير حلوه بخصوص هذا الموضوع قال انه هو المرونه العقليه والانضباط اليوم المرونه العقليه والانضباط هي اللي كفيلة تخلي عنا إرادة حديدية نقدر نحط بلان جديد لحياتنا نقدر نلتزم فيها لأطول مدى آه اليوم الوزن الزائد هو مش آه يعني خلينا نقول هو أمر ما بيعيب الشخص شكليا وإنما بالم. هو مرض ممكن يترتب عليه تبعات صحية خطيرة جدا للمستقبل اليوم أي شخص عم بيحاول يروح على النادي الرياضي أو يلتزم بحمية غذائية ما يخلي أولى اهتماماته شكله الخارجي لأنه الشكل إذا أنت حاولت تتعب على الشكل رح تتقبل يوما ما وتتسامح صحيح. مع الشكل ولكن إذا كان هدفك أسمى وهو الصحة والعمر الطويل ويمكن راحة الجسم ويمكن ايضا صحة راح يختلف، المايند تبعك اكيد راح تكون مرونه عقليه اكبر عندك وايضا انضباطك اكيد راح يكون اعلى. فعليا وهذا شيء دعاء يمكن دائما خاصه الناس اللي حابين ينقصون وزنهم ياتي من الداخل مثل بعض الاشخاص في خبرنا الثاني اللي حاولوا بالفعل يساعدون هذا الطالب باستخدام العديد من التقنيات والتكنولوجيا الحديثه وحتى الذكاء الاصطناعي عشان يساعدونه ويبدا حياته من جديد، تمكن طلاب مدرسه ثانويه في هندرسونفيل بولايه التينيسي الأمريكية بالتحديد من تصميم يد إصطناعية لزميلهم سيريغو بيرلاتا اللي ولد بيد غير مكتملة النمو وطور أصدقائه هذه الإيد الإصطناعية وتمكنه تمكنه ايضا انه يقوم بالعديد من الامور اللي كان يعجز بالفعل انه يسويها في السابق مثل رمي كره البيسبول حمل الطعام والاشياء بايده اليمنى وفي حديثه لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال بيرالتا لاحظ مدرس مادة علوم الكمبيوتر في مدرسة جيف وليكز تحريكي لفأر الكمبيوتر أو للماوس الخاص بالكمبيوتر بيدي اليسرى لأني لم أكن أمتلك الإيد اليمنى وما كانت مكتملة النمو بالفعل دعاء وما كان يقدر ينجز بعض المهام بالتحديد في المدرسة أول شيء جميل التعاطف وجميل انه زملاء وهذه المدرسه اللي هو درس فيها قدروا يشوفوا كيف ممكن يساعدوا هذا الشخص ليحظى بحياه أه خلينا نقول اسهل من ذي قبل ولكن الاجمل من هيك كمان الذكاء الاصطناعي اللي اليوم سهل علينا كثير من الامور فعلا. في حياتنا يعني اصحاب الهمم او اي شخص عنده بعض الامور التي تعيق حركته في الحياه او تعيق اداء بعض المهام الاساسيه بالحياه هو شخص أه كامل ذهنيا لازم نفهم هذا الموضوع، هو فقط بحاجه لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي ليقدر يخدمه ويكمل خلينا نقول الامور اللي قد تكون في بعض صحيح. الاحيان ناقصه عنده، اليوم المبادره اللي عملوها هذول الطلاب جدا رائعه، انا بشوف التعاطف إن منها امر كثير حلو ويمكن التعاطف مع الذكاء الاصطناعي بيخلق المعجزات. اكيد ويمكن كان يمكن مبادره اجتماعيه مبادره انسانيه بالفعل لهذا الطالب اكيد عشان يخلونه ينجز بعض المهام باستخدام ايده اليمنى واضاف برلاته تحدث بعض مدرسينا مع امه بشان تصميم هذه الايد الاصطناعيه وشعرنا بالفعل بالسرور وبالفرح اتجاه هذه الفكره وهذه المبادره وهكذا كلف ويلكنز ثلاث طلاب قاموا بتجهيز هذه الايد اليمنى باستخدام الطباعه ثلاثيه الابعاد وايضا بعض البرامج الخاصه بالتصميم المخصص لمثل هذه الاغراض ومثل هاي الادوات من جانبه وايضا استغرق العمل على هذه الايد الاصطناعيه اسبوع وبعدها تمكن الأصدقاء من إنتاج النموذج الأول واللي بدأ بالفعل مناسب لهم حيث المرونة المهام ومن حيث أيضا الاستخدامات لهذا الطالب وكان بالفعل سعيد هو والدته يمكن بهذه الإيد اللي مكنته للقيام بالعديد من المهارات العديد من المهام المدرسية بشكل سلس وأيضا سهل مشاهدين الى العاصمه ابو ظبي وبالتحديد جزيره الدلما هي مركز اقتصادي وايضا تجاري وسياحي الغوص على اللؤلؤ والتجاره باللؤلؤ والاسواق الخاصه بالعديد من التجار من مختلف مدن ومناطق الدوله وحتى خارج الدوله للحصول على هذا اللؤلؤ الثمين المزيد وايضا هذه الجوله الرائعه معكم في جزيره الدلما في العاصمه ابو ظبي لنتابع <applause> كانت شاهدة على تاريخ دولة الإمارات، واعتبرت مركزا لتجارة اللؤلؤ على مدى سنوات طويلة، هي جزيرة دلمة المعروفة سابقا باسم جزيرة اللؤلؤ، تقع الجزيرة الغنية بالمياه الجوفية مقابل سواحل إمارة أبو ظبي باتجاه شمال غرب جزيرة سربينياس. تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للدولة نظرا لوجود أكثر من 200 بئر مياه عذبة فيها حيث كانت منبعا رئيسيا مد إمارة أبو ظبي بالمياه حتى خمسينيات القرن العشرين وأصبحت اليوم من الأماكن المعروفة لصيد الأسماك كانت جزيرة ضلمة في أبو ظبي سابقا مركزا بحريا أساسيا لاستخراج اللؤلؤ وكانت تنظم فيها الكثير من الأسواق لبائع اللؤلؤ القادمين من مختلف أنحاء العالم، هذا وتضم الجزيرة معالم تاريخية تعود إلى أوائل القرن الخامس وأواخر القرن السادس قبل الميلاد، بما فيها أثر القبور من العصور الإسلامية القديمة. ولطالما اعتبرت جزر ابو ظبي خاصه جزيره ضلمه الاماراتيه المطله على مياه الخليج العربي الخلاب مقصدا للسياح والزوار والقاتلين بدوله الامارات جميلة جدا امارة ابو ظبي وجميلة جدا جزيرة دلمة يا زينب اليوم نحن بنعرف انه في امارة ابو ظبي في عدة جزر تتمتع لا زالت تتمتع بطبيعتها الخلابة وشجر القرم واشجار القرم وايضا بعض الحيوانات ويمكن والتي تعتبر محميات طبيعية اليوم ايضا بنشوف بعض الحيوانات هناك اللي هي متعلقة بشبه الجزيرة العربية واللي ايضا بتمثل يمكن خلينا نقول الطبيعة في الجزيرة والجغرافية لدولة الإمارات بالفعل يمكن دعاء جزيرة دلمة هي جزيرة تاريخية تحف بالعديد من الأمور وحتى هي تعتبر مركز سياحي ومركز اقتصادي داخل الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة اللي تهتم بالسياحة وبالترفيه وبالعديد من الجزر وأيضا مواقعها الجغرافية تهتم دائما بالتغييرات القانونية المشرع الإماراتي اللي دائما يسعى إلى تواجد العديد من التغييرات حتى في قوانين الشيكات راح نتعرف عليها اليوم اكثر مع المستشار القانوني استاذه سنديه الحنطوبي صبحك الله بالخير استاذه صبحك الله بالنور صباح الله بالخير استاذه سندية خلينا في البدايه نتحدث ما مدى اهميه بالفعل تواجد بعض التغييرات في المشرع الاماراتي وفي القوانين الاماراتيه الخاصه باستخدام الشيكات هو التغيير يصير على اساس ان الغرض منه التسهيل على المتقاضين واللي لهم حقوق واللي هي سرعه الفصل في القضايا. جميل. جميل. سنديه اليوم نحن بنعرف انه يمكن بعض التعديلات بتيجي لحتى تسهل عمليه التعامل ما بين يمكن الاشخاص اللي بيستهلكوا الشيكات بشكل مباشر وايضا تسهيل يمكن العمليه ما بين البنوك وايضا الاشخاص، اليوم بالتحديد شو هي هذه التغييرات وكيف فعلا ممكن تساعدنا انه احنا نتلافى بعض المشاكل ويمكن نسهل عمليه التعامل ما بين البنوك والافراد. هو القانون حاليا تغير بالنسبه للشركات تقريبا من سنه تطبيق القانون الجديد تطبيقه من شهر 2 سنه 2022. اللي 2022 التغيير هو كان في جزئيه بسيطه فقط احنا طبعا قبل عارفين ان جميع الشركات اي شيء يدخل على البنك ويرجع من غير استلام المبلغ يعني ارتجاع الشيك شو ما يكون سبب الشيك الارتجاع على طول نفتح فيه بلاغ جزائي طبعا البلاغ الجزائي يعني البلاغ يتحول للنيابه من نيابه يتحول لمحكمه فالشخص اللي هو مصدر الشيك ينحكم عليه بغرامه او حبس حسب قيمه الشيك او المبلغ اللي موجود في الشيك بعدها نلجا للمحكمه المدنيه ونرفع دعوة مدنية نطالب في المبلغ اللي مكتوب في الشيك أو المبلغ اللي موجود في الشيك طبعا الاجراءات طويله يعني ممكن تاخذ لنا من ست شهور هذا شيء لسنه سنه ونص ممكن سنتين فالقانون قال خلنا احنا نقلل من هالمده والاجراءات القضائيه فقسم الشيكات لانواع الحين الشيك عندنا ثلاث انواع شيكات سبب الارتجاع الشيك يعني التعديل اللي صار انه لما الشيك يدخل على البنك وتطلع لنا الرساله ارتجاع الشيك اذا كان السبب ان الحساب مغلق او كان السبب ان الرصيد غير كافي؟ لا الرصيد شوفي هي ثلاث عندك حساب مغلق الرصيد غير كافي اختلاف التوقيت إذا كان اختلاف التوقيع وغلق الحساب مغلق هني الموضوع جنائي ويتم مثل الإجراء السابق اللي هو نفتح بلاغ ونيابة ومحكمة لأن هنا متوفر القصد الجنائي يعني أنت تعمدت أنك توقع بتوقيع مختلف عن توقيعك في البنك وأنك أنت تعمدت أنك تغلق حسابك بعد إصدارك للشركة فهي قضية جزائية لأن فيها قصد جنائي اما الحاله الوحيده اللي تغيرت ان لما تطلع رساله البنك بارتجاع الشيك اللي سبب عدم كفايه الرصيد فهني صار الدعوه مدنيه يعني ما نفتح فيها بلاغ جزائي ولا الشخص ينحكم عليه لا بغرامه او حبس نروح نلجأ على طول للتنفيذ نفتح تنفيذ في مبلغ الشيك وفي المحكمة التنفيذ يعني احنا اختصرنا على الشخص اللي هو القضية الجزائية كاملة من بلاغ من نيابة من محكمة واختصرنا عليه دعوه مدنيه بجان على طول سيده على التنفيذ يعني هذا هو يعتبر اخر تمام يعني تمام يعني استاذه سنديه هذا ما يخص العقوبات والغرامات لو راح نتكلم عن يمكن الشيكات بش بشكل شخصي يعني مش خاصه بالبنوك او بعض الشركات او بعض الجهات سواء كانت حكوميه او خاصه يعني هل تطبق نفس العقوبات ونفس الغرامات ايضا نعم جميع الشركات لأن يعني جميع الشيكات هي أداة وفاة يعني الشيك كأنه مبلغ مالي. فهي مقابل مبلغ تستلم يعني حتى الناس اللي تقول أن الشيك ضمان وهالأمور. صحيح. لا الشيك أداة وفاة دائما معروف إن هي أداة وفاة. يعني المبلغ اللي فيها مستحق بالتاريخ اللي موجود على الشيك. فبالتالي تطبق يعني أستاذة سندية نفس العقوبات وأيضاً نفس الغرامات، حتى لو كانت نعم. الشيكات بشكل شخصي. جميل. نعم. نعم. طيب أستاذة سندية نحن اليوم نعرف انه يمكن اختلاف بعض شركات العمل ويمكن اليوم المحدد للراتب الشهري ممكن يسبب بعض المشاكل اللي للان في بعض الموظفين واللي عليهم شيكات معينه او يمكن بعض الدفعات بيواجهوا صعوبه في انه هو يمكن التوقيت ما بين سحب الشيك ويمكن ايضا استيفاء حقهم بالكامل، اليوم كيف ممكن نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، كيف ممكن نسهل عمليه يمكن سحب الشيك في الوقت المناسب بالوقت اللي بينزل فيه الراتب لحتى نتفادى الشيكات المسترجعه. هني ممكن احنا يعني الشخص اللي اصدر الشيك يتواصل مع الشخص المستفيد من الشيك انه ممكن يدخل الشيك بعد يعني لو الشيك مثلا محرر بتاريخ خلينا نقول 1/3 هو عارف انه تاريخ 1/3 المبلغ ما راح يكون متوفر في الحساب. ممكن يقول له يعني دخل المبلغ الشيك بعد اسبوع. بعد اسبوعين، هذا حسب تعرفتي الشخص المستفيد من الشيك وانه حاب يتعاون ولا لا. ممكن الحل الثاني انه نفرض ان الشيك دخل البنك وطلع الشيك بدون رصيد وان الحساب ما فيه رصيد، هنا ممكن احنا حتى نتسارع ان الاجراءات المحاكم تاخذ وقت، يعني ممكن الشخص بعد يتواصل مع المستفيد من الشيك ويطلب منه انه مهله او يطلب منه مثلا يعطيه دفعه مبدئيه. جزء من المبلغ يتفق مع الاساس تقسيط المبلغ لهذا السبب لهذا السبب يعني احنا المشرع لما عدل القانون خاصه بالنسبه للشركات اللي ترتجع لعدم كفايه الرصيد لان يعني المنطقيا انا ما عندي المبلغ اني انا ادفع للشخص المبلغ قيمه الشيء فانت يا محكمه او يا قانون تحكموا علي بغرامه فيصير صحيح. المبلغ بي. ايوه لهذا السبب المحكمة قالت احنا نستبعد موضوع الغرامه على الشخص يعني ليش انا اغرم 20 و30 خمسين ألف هو الشخص ما عنده لو عنده كان دفع قيمه الشيك صحيح على محكمه التنفيذ فمحكمه التنفيذ هني ممكن ان الشخص ياخذ المبلغ الشيك بس بطريقه واليه يعني غالبا تكون مثلا تقسيط فتسهل على الشخص انه ممكن ياخذ حقه بنفس الوقت وبنفس الوقت ان الشخص الثاني ما يكون عليه مثلا تعميم وسجل جنائي امور ان الموضوع مش الجريمه الكبيره اللي نقول عنها انها جريمه جنائيه مرتكب فعل يعني صحيح يعني نفس ما قلتي استاذه نسهل اكيد على الناس مثل هذه الامور استاذه سنديه شو نصيحتك اليوم حق الاشخاص اللي يستخدمون بكثره شيكات الضمان كيف يقدر يضمن حقه وشو الطريقه الصحيحه لاستخدام هذه النوعيه من الشيكات عشان يبتعدون عن الغرامات او حتى العقوبات أنا أنصح الناس اللي عندهم شيكات طبعا لازم يكون أول شغله حريصة أن دفتر الشيكات دائما معه ما يكون متناول تحت أي شخص ثاني ودائما أنبه على الناس أنه في ناس في بعض الأشخاص يعني أني أنا مثلا أنسى توقيع البنك فيوقع على بياض على بعض الصفحات من الشيك نفسه فهذا ممكن يكون متناول أي شخص يسحب الشيك نفسه ويحرره باسمه وبتاريخ لكن هو موقع توقيع صحيح فدائما احنا ننبه الناس انك لا توقع على اي شيك يعني شيك على بياض احنا نسميه انه من غير ما يكون في بيانات آه ودائما تكون حريص ان دفتر الشيكات يكون عندك ودائما لما بتيجي تتعامل او تعطي شخص شيك لازم تكون انت ضامن ان المبلغ موجود او انك تقدر توفر المبلغ في الوقت المحدد اللي حسب التاريخ اللي موجود في الشيك. اكيد يعني نستخدم هذه الشيكات يعني بطريقه صحيحه وايضا سليمه عشان نبتعد عن بعض آه الاجراءات وبعض العقوبات وحتى الغرامات استاذه سنديه ودائما نقول يعني المشرع الاماراتي هناك العديد من التغييرات في العديد من القوانين اللي دائما تصب في مصلحه الفرد وايضا المجتمع، المستشاره القانونيه استاذه سنديه الحنطوبي نورتينا استاذه يعطيك العافيه. <applause> شكرا لك يعطيك <applause> العافيه مشاهدينا دائما يبحث المشرع الاماراتي والقوانين في دوله الامارات العربيه المتحده بالتحديد على العديد من التغيرات وايضا التحديثات التي والتحديثات اللي دائما تصب في مصلحه الفرد وايضا المجتمع فاصل سريع نرجع نكمل معاكم اخر مشوارنا الصباح وبالتحديد الفقره الفنيه انتظرونا بتعرف شو يعني حبك وابكي؟ بتعرف شو يعني حبك وابكي وعالسنين اتحسر انا واشكي؟ بتعرف شو يعني تنشف دموعي وتغيب شمسي وتنطفي شموعي وتصيح فيي الروح بضلوعي، بتعرف شو يعني حبك وابكي؟ بتعرف شو يعني تسهر عيوني واحلم معك بافكار مجنونه وايام وصرخات مع نهدات مسجوني على صوتك بهالليل وعوني تعب شو يعني حبك وابكي الله صح لسانك ويعطيك العافيه اكيد نورتينا في برنامج صباح الخير يا وطن الشاعر امل وجيه ناصر صباحك الله بالخير صباح النور ادك زينب وللست دعاء للاماميتنا اثنيناتكم نورتينا آه لكل مستمعينا اليوم بتلفزيون فجيره يعطيك العافيه، طيب امل بما انك بديتي بنقول الشعر المحكي او الشعبي، نعم. شو سبب هذا التوجه وليش توجه له يمكن في الاونه الاخيره والفترات الاخيره بعض الشعراء دائما دائما الشعر المحكي هو الأقرب لقلوب الناس كل انسان بلهجته مثل عندكم هون الشعر النبطي قديش الناس بتحبه صح وبتشتاق له ونحن بنجي من بلاد لنحضره فكل شعب وكل بلد في بيبقى عزيز لهجتها بتبقى عزيزه عليها والكلمه بتوصل أحسن والكلمه بتوصل أسرع وللقلب دغري صحيح فمشان هيك حقيقة الشعب الشعبي اللي هو أو فينا نقول النبطي والشعر الشعبي دايما هو الأجمل أنا برأيي جميل يمكن دائما بنقول إنه إحنا الشاعر يقوده شعوره والشعر صح. هو شعور نعم. محكي بلسان الشاعر بيصفي ببراعة مشاعره ويمكن بعض التفاصيل اللي عاشها اليوم دائما الشاعر بتحركه بعض القصص في الحياة يا أما الحب الغرام الغزل البكاء على الاطلال في الاحيان الغربه والحنين للوطن وايضا يمكن في بعض القصائد اللي هي بتكون فخر وتغني بامجاد الوطن اليوم شو اكثر شيء بحركك وبخليك تكتبي ابيات شعريه دائما اي موقف في انفعال بخليني انا اكتب والشعر الحقيقي يلي هو بينكتب بحب القلب وبينكتب باحساس هو اللي بيوصل للناس فممكن يكون موقف حصل معي ممكن موقف استفزني ممكن موقف حصل مع حدا انا بيعني لي فبيستفز القريحه الشعريه عندي لحتى اكتب فدايما دايما الشعر المحكي او الشعر الشعبي اي شعر بيطلع او حتى لك ما فيني اقول حدد بالشعر اي شي بينعمل بشغف وباحساس وبكون حقيقي بيوصل للناس اكثر، يعني ان كان شعب شعبي ولا شعب فصيح ولا حتى مقال ولا حتى قصه، دائما لازم يكون في صدق، في احساس بكل شيء من وفي مشاعر، بالتالي امل هل دائما تجاربك الشخصيه بنقول او الامور اللي تمر عليك او الاحداث هي اللي دائما تدفعك للكتابه ولا في اشياء ثانيه ممكن تكون هي بالفعل الدافع لامل كشاعره انها تبتدي تكتب؟ الحقيقه قلت لك هلا قبل شوي انه الموقف ممكن موقف يستفزني مثلا موقف لوطني لبنان هلا في عنده مشاكل فبحس انه بلحظات معينه بدي اكتب شيء للبنان لتعلقي بلبنان في مواقف ثانيه مثلا حصلت لنقول مع صديقه او صديق اثرت فيه وحكالي فانا كمان هذا الشيء بخليني استفز واكتب عنه <applause> بس بالنهايه طبعا الاغلبيه بتكون لكتابات نحن بنحسها وبنشعر ح... فيها اشياء شخصيه فبتطلع اصدق واحلى وبتوصل ل... للمستمعين او للقراء جميل يمكن اليوم المتلقي دائما مختلف الاذواق في اللي بيحب المحكي وفي بيحب العربي الفصيح يمكن بالعربي الفصيح بنشوف يمكن اعتماد الكاتب الكلي على مرونه الكلمه واللفظ ويمكن بعض المصطلحات اللي هي بتزيد جماليه البيت الشعري ولكن في الشعر المحكي الشاعر دائما بيبدع بالصور الجمالية واللي هي الاستعارات المكنية وأيضا التصريحية اليوم أدي هذه التعابير الجمالية والاستعارات ممكن تضفي بهجة ويمكن تعطي رونق خاص بيشبه أمل في قصيدتها الحقيقة ما فينا نقول أنه بس بالشعر المحكي كمان اللي عم تقولي أكيد. حقيقي يكون بالشعر الفصيح ولكن اللي عنده الموهبة ليكتب عمودي أو ثقافة العمودي لأنه طبعا في له بحور والإنسان لازم يلتزم فيها علم العروض علم العروض آه وهو شاعر عنده موهبة فبيقدر يكتب طبعا بشكل صحيح وبيوصل للناس كمان بحط إحساسه بس دايما بيبقى مقيد يلي مقيد بقافية بيبقى فكره الشاعر الحقيقي فكره أوسع بحب يقول اشياء يمكن ما بتزبط بالقصيده فاتجهت الناس للشعر الحديث للي في صور كثير وفي تعبير كثير وحديث ما له قافيه يلتزم فيها فبحط نفسه وجدانه واحساسه بهيدا الشعر الحديث يلي ما كثير بيعترفوا فيه شعراء العموديين دائما بيقولوا انه لا هيدا مش شعر هيدا نص هيدا نثر انا عندي الحقيقه كتابين بهذا الموضوع عندي كتاب شعر صرخت امرأة شعر حديث يعني أنا بسميه هذا اللي غير هو مش متأيد بي بي بقافية. بقافية وعندي شعر إذا اه بتحبوا تسمعوا عندي شعر عمودي وفي قصيدة عزيزة على قلبي كثير تفضلي تفضلي أكيد بقول ما لهذه الحياة تقسو علي ذوبت مهجتي وغلت يديّ كلما لاح بارق لهنائي قال للدهر للشقاء تهيأ أيها الدهر ما كفاك عذابي والهوى كالجحيم في جانبي فإذا كنت لا ترق لحالي وإذا شئت أن أموت شقيا فخذ الروح فهي أهون عندي من غرام يميت شيئا فشيئا الله صح كلما مر حبيبي بقربي وتلفت لي وأثر فيا راح قلبي يهوى كطرفة عين وتهم الأشواق تهفو إلي ثم أهوى وهكذا كل يوم ما أقاسيه بكرة وعشية وكأن هواه وكأن هواه يتبع ظلي فتراني في الكون ميتا وحيا الله صح, صح لسانك صح يعني يمكن امل خلينا نتكلم عن الشاعر الناس تعرفه كيف او افراد المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي البعض من خلال الدواوين الاشعار اللي كتبها والبعض من خلال تواجده في الامسيات الشعريه انت كشاعره ما مدى اهميه تواجد الشاعر في بعض الامسيات الشعريه الفعاليات والانشطه الثقافيه وحتى الفنيه الحقيقه تواجد الشاعر او الشعراء بشكل عام بامسيات وبندوات وبمهرجانات كثير بفيدهم من ناحيه الشهره والانتشار، هاي اولا. وثانيا بيكتسب خبره لما الشاعر بيستمع لغيره كيف بيحكي بدون ما يحس بيتسجل عنده بالعقل الباطن بعض المفردات بيستعملها هو لاحقا بطريقه اخرى، بطريقه موهبته اللي هي بتطلع معه او احساسه. فهيدي الامور اللي هي مشاركه بندوات ومهرجانات ونحن حقيقه كثير بلبنان عندنا هذا الشيء كثير يعني وانا كثير بشارك بمهرجانات بحس حالي كل مره لما سافر وشارك بمهرجان وارجع بحس هيك انه اكتسبت خبره اكتسبت معرفه اكثر وحبيت الشعب اكثر وصار عندي تحدي مع نفسي انه انا اثبت اعمل احسن واكتب احسن ولازم حسد كل ما اشوف حدا تاني شو بيقول، بقول انا لازم اعمل احسن منه، هيدي المنافسة اللي هي شريفة مثل ما بيقولوا، الحلوة اللي بتستفز الشاعر ليعمل دايما منيح ويحبوا الناس. صحيح، طب هل تعتبر يمكن عند الشاعر الكتابة هي ملكة، أو هو أمر مكتسب من القراءة، من اطلاعه المستمر على الشعر وزيادة مخزونه القرائي والشعري؟ الشاعر يولد شاعر. شاعر. ولا ممكن هيدي الموهبه ربنا بحطها مثل اي موهبه ثانيه موهبه الرسم النحت الصوت الجميل ربنا بحط الموهبه بهذا الانسان مهما قرا واطلع وشارك او حضر امسيات ولا ممكن يتزوق الشعر اوكي بحبه بيعمل محاولات بس ما ممكن يتحول الى شاعر هذا رايي ابدا شاعر شغلي هيدي ربانيه من عند الله جميل وبالتالي يمكن نرجع شوي امل على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن اشتغلت نعم. حياتنا بكثره نعم. كيف نشوف تواجدك على هذه المواقع عشان الناس تحرفك اكثر وبالتالي يمكن صار الانتشار او الشهره والنجاح على مواقع التواصل الاجتماعي صار بصوره سهله واسرع. دائما المواقع التواصل وهذا الشيء الايجابي انه بيساعدنا على الانتشار وبساعدنا انه اللي عندكم هون يسمع شو في بلبنان والعكس وغير بلاد فانا متواجده اكيد على الاكثر فيسبوك متواجده دائما بحط مقالاتي بحط برامجي بحط الاشعار تبعيتي وعندي انستغرام أكتب انا يعني بعدني مش ناشطه على تويتر وسناب ناشطه أكتب فيسبوك وانستغرام معروفه جدا إيه. آه طبعا على صعيد مش بس لبنان على صعيد عالم عربي كمان جميل فهيدا طبعا بساعدنا للانتشار وكثير حلو يعني والناس اكثر إيه طبعا صحيح. طبعا بيطلعوا على, على الاعمال كلها جميل اليوم الشاعر يمكن قدرته وملكه الكتابه عنده بتساعده انه هو ايضا يوظف ملكه الكتابه في امور اخرى مثل البرامج التمثيليه مثل ما حضرتك آه. شاركتي ببرامج تمثيليه اليوم ننطلق منها يمكن نتحدث عنها اكتر اكثر احكي لنا اكثر شو اللي دفعك للبرامج التمثيليه وين وجدتي نفسك اكثر امل هل في الشعر ام في ال... خلينا نقول كتابه النصوص التمثيليه الحقيقه كل شيء في خلق هو جميل لما تكتبي نص الفي او تكتبي شعر في خلق اكثر يعني انا مثلا بستمتع لما الف سكتش كوميدي هلا انا بنقابه الفنانين المحترفين ككاتبة الدراما بكتب تمثيليات اللي أكثر من 12 سنة يمكن ودائما أنا بكتبهم وبمثلهم إذاعيا طبعا إلى أن هلا أخيرا لحكي لكم شغلة أول مرة بحكيها بالإعلام كتبت فيلم سينما اسمه زمن عزيز هيدا بلاك كوميدي حاليا الممثلين اللي عم يتمرنوا عليه هو المخرج باسم الباسم بالسويد مقيم هو عراقي ومقيم بالسويد ورح يكونوا الممثلين رح يترجم اللغه السويديه والممثلين عراقيين وسوريين ورح يجي اول عرض رح يكون بالامارات ان الله راد ب خمسه كما وعدني المخرج انه يكون خلصوا يعني المفروض يكون بلشوا تصوير الشهر القادم هيدا طبعا ساعدني يعني لاكتب لا هيدا الفيلم عندي خبره طويله بقصة الكتابة الدرامية كتابة الدراما ممكن فيها بلاك كوميدي وفيها الكوميدي بيور كوميدي اللي هو تحكي بس اشياء آه يعني مضحكة او او بخليك ما بقى حدا بيقدر يضحك حدا هلا خلوك خلوك تتبسمي ما يخلوك تقلبي راديو او شيء وشيء ثاني آه البلاك اللي هو وجعنا الناس بتحب تسمع وجعها بس بتحب تسمعه بطريقه فيها فيها نق و... تراجيدي و... ايه, تراج ايه بتحب تسمعه بطريقه ساخره فانا اشتغلت فتره مونولوج كنت اطلع احكي عن مشكله عنا بلبنان ولا هي حقيقة المشكله بلبنان مشكله اوقات كثير ببلاد عربيه كمان احكي عنا بطريقه ساخره كثير نجح البرامج عملت برنامج هاشتاغ في امل دائما نقول انه في امل نحن دائما بحاجه للامل كونه اسمك امل يمكن وعملت شيء ثاني اسمه بحل الحلال وبحل الحلال ربنا يعني ده شو بيصير معنا هيدا مونولوج وعملت كثير حقيقه سكتشات مع الكبير الفنان الكبير عمر ميقاتي استاذ عمر ميقاتي يعني حقيقه هو اضاف للبرنامج بتمثيله الحلو كتبت انا البرنامج ومثلت دور زوجته فكان برنامج كثير ناجح، ضلينا اشتغلنا يعني قولي الله، اشتغلنا عبدو غندوره، اشتغلنا غرب اللي غربال، اشتغلنا كثير يعني بهيدا ال... هيك قال المثل امثله شعبيه وحطها ايه يعني كثير هيدا نجاح وكثير لقيت نفسي فيه. هلا تقولي لي انت شو بكل، وبكتب طبعا قصص ومقالات والى اخره، وابحاث وهيك وبشارك بندوات ولكن تقولي لي امل وين بهيدا كله بقلك انا بالشعر المحكي بيطلع معي الغنائي, الغنائي بيطلع معي هيك انا وماشي بيطلع بحبه بحبه كتير بس بدي اهرب من الدنيا بروح على خلوتي وبقعد بكتب شعر وكمان بستمتع انا وعم بكتب البرامج الكوميدية لأنه بشخصيتي موجودة نعم. السايد الثاني اللي يطلع بيطلع تمام <applause> <applause> طيب بالتالي يمكن أمل تواجدتش الأخيرة أو زيارتك الأخيرة لدولة الإمارات لحضور فعالية نعم. في إمارة الشارجة كلمينا عن هذه المشاركة نعم آه بتوجه من الدكتور صبوه الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الله يطول بعمره امين يا حقيقه بيعمل دائما مهرجانات وبيعمل دائما يعني هي دورته 17 مهرجان الشارقة للشعر الشعبي للشعب النبطي أنا عملت قبل شاركت معه كشاعرة وطبعوا لي ديوان مشكورين آه والآن جيت بمهنتي اللي هي إعلامية أنا بوزارة الإعلام فشاركت هالمرة هاي السنة بالدورة 17 كإعلامية حقيقة مهرجان شو بدي أقول لك عرس ثقافي يعني أكثر من 60 شاعر أكثر من 200 إعلامي من كل الدول العربية شيء مفرح يعني كنا طايرين على الارض نحن بنسمع هل الشعر الحلو الشعراء المبدعين نتقوهم نقوهم بعنايه يعني حقيقه بهالمره كان تنظيم رائع شو بدنا نحكي عن ال الكرم كرم الامارات وكرم ال الضيافه وشو بدي اقول لك التنظيم الرائع كمان في المنظمين كان في ست المحاميه الاعلاميه علياء العامري كمان صحيح. حقيقه يعني تعبت جدا بهذا المهرجان وفي مدير المهرجان الاستاذ بطل مظلوم الشاعر بطل مظلوم كمان تعب كثير لحتى طلع هالمهرجان بشكل لا, لا حقيقة كل فريق العمل عامر الشبلي يعني ان شاء الله ما انسى حدا فريق الاعلام كله كله كان صحيح. يعني مثل خليط النحل وكله على قدم المساق وكله منظم وبالوقت شي رائع اليوم دولة الإمارات مشكورة دائما تهتم بالشعر المحكي وأيضا الفصيح شفنا شاعر المليون وكثير من المبادرات اللي بتحافظ على الشعر وثقافة شعوبنا العربية بحي. ولكن اليوم خليني آجي لأمل اليوم نحن بنعرف أنه كل شاعر له بعد بميزه نحن اليوم ممكن نقرأ قصيدة ونعرف أنه هاي قصيدة نزار قباني مه. قصيدة أخرى فيها لمسة محمود درويش اليوم شو البعد اللي بميز أمل في قصائدها الصدق الصدق الاحساس العالي انا ما ممكن مرات بكتب دي ما بكتب القصيده ما بعرف شو كتبت ومن الصبح بتطلع فيها دم عيوني وبنبسط انه انا قدرت اطلع اللي على الورقه وبطل ملكي صار ملك الناس لما بحطه على ورقه او بكتاب بطل ملكي بحب اني انشره أنا حقيقة ما فيني أكتب حتى بكل شيء حتى ببرامجي حتى بالقصص اللي أنا عملتها مجموعة القصص الحب المحرم وعملت حقيقة رجل ما فيني أكتب إلا الحقيقة شو بحس شو 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 الوضع شو الحقيقة اللي حولي فهذا الشيء بحس إنه بيميزني عن شوي الخيال اللي بيستعمله الشاعر أو الكاتب ببالغ شوي بالأشياء أنا ما بحب المبالغة يمكن لأنه برجي ترابي جري على الأرض عذراء بتحب الشيء يكون نابع من المشاعر والأحاسيس؟ مشاعر وحقيقي حقيقي بحب كل شيء حقيقي حتى الناس الحقيقيين ما بحب الفيك بكل شي ما بحب الفيك حلو الحقيقي حلو العفوي حلو الطبيعي العفوية. الطبيعي نبعد عن التصنع إيه بالفرنساوي لو بو يعني الحقيقي الحلو هو الحقيقي هو الافضل والاجمل يعني امل اكيد هذا التنوع سواء في اعمالك الدراميه الاذاعيه كتابه القصص الدراما وحتى الشعر نتمنى كل التوفيق وكل النجاح جميل. اكيد جميل. راح نسمع منك قصيده يعني ختاميه ونهائيه لحلقتنا لليوم لكن بعد ما نختم مع المشاهدين نورتينا الشاعره امل وجيه ناصر يعطيك العافيه كامل الله شكرا لتواجدك معنا الله يسلمك مشاهدينا وصلنا لختام مشوارنا الصباحي معكم اليوم باكر تريونا في نفس الموعد الساعة 10 الصبح في برنامج صباح الخير يا وطن محطات مختلفة جديدة وأيضا متنوعة صحيح دائما العاشرة صباحا بتوقيت الإمارات هو الوقت الذي سيجمعنا معكم مجددا بإذن الله غدا فابقوا بنفس التوقيت عبر شاشة تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس تفضلي انا الحقيقه في شيء عملته كثير جديد وفي نوع من الحكمه بدنا نغير عن الحب شوي اذا بتحبوا تسمعوا اكيد فما لحقت انا مش عاده كثير بحفظ بس بحفظ اشعاري ولكن هيدي القصيده حبيتها لانه حسيتها بتتحدث عن الحكمه بتتحدث شو لازم نعمل بالحياه جميل ايه حقيقه بالمحكي امل هذه القصيده بالمحكي خلينا نسمعها بقول لا تسلم سرك للناس سرك اسرارك خليها بقلبك ولا تشرب من ذات الكاس اللي شربوا منه اللي قبلك ولا تزيدها كتر الاحساس حتى لو حبيته كتير وهو بتعرف بحبك اسرارك كبهم بالبحر اطمن ما بيعرف يخون ولا بيعرف كيف هو الغدر بيعرف كيف يسمع ويصون ولو حسيت بهمه أه لا بيقدر يلومك لو يوم ولا بيخبر عن ذنبك لا تسلم سرك للناس أسرارك خليها بقلبك لو شي مرة تعبت كتير لو شي مرة تعبت كتير تقدر تحكي مع حالك وسرك يلي كان ببير بيطلع مرة عبالك احكي مع المرايه احكي مع المراية وصير سمع حالك شو مخبى ولا تسمع حدا بجنبك حتى لو حبيته كتير